عليك يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم زميلتكم عليا اشرف. ان شاء الله النهارده هنبدا في مراجعه اول جزء من مدير الباي. طبعا انا كان نفسي جدا جدا ان المراجعه دي تكون لايف، وان انا اشوفكم وان احنا نتكلم مع بعض كده عن ايه هي اصعب الاجزاء عندنا في البايو، وايه المشاكل اللي بتواجهكم في البايو، ويعني ازاي ممكن نخليها احسن. بس ان شاء الله خير، وبرضو يعني الحر ده يعني مش حلو قوي ان احنا ننزل فيه. مبدئيا كده انا عارفه ان انتوا تضطروا تاخدوا كم كبير جدا 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 في فتره صغيره، بس احنا عايزين نتفق على حاجه. ان شاء الله يا شباب انتوا ركزوا معايا في المراجعه اللي احنا هنراجعها دي، يعني باذن الله باذن الله مش هياخد منكم بعدها ساعه وربع انكم تقراوا بعدها وخلاص، وحلوا الملف اللي نازل، وانت كده ضمنت الجزء دون وبالك مرتاح. بس عايزين نتفق ان احنا بس هنيجي على نفسنا ونركز الفترة دي. واي حاجة احنا معاكم على الجروب طول الوقت، يمكن احنا ما جاتلناش فرصة ان احنا ننزل لايف، بس احنا معاكم على الجروب في اي وقت، واي سؤال يا جماعة دي حاجة يعني بتفرحنا والله العظيم. طيب ان شاء الله النهاردة احنا عايزين نعرف احنا هنمشي ازاي في مراجعة مديول البايو. احنا باذن الله كل جزء هناخد الجزء الكيمستري بتاعه، وبعدين نخش على طول في الميتابوليزم بتاعه علشان يكون حاضر معانا. معانا ابسط جزء في الاول، جزء الكربوهيدرات كيمستري. قولي يا دكتور، هو انت كده تعرف يعني ايه كربوهيدرات؟ تقولوا ايه ده، انتوا جايين تسالوا اسئله غريبه قوي. كربوهيدرات يعني نشويات. اقول لك برافو عليك، بس ده الكلام اللي اي حد يعرفه، بس انت مش اي حد، انت خلاص بقيت دكتور. فانا حابه ان احنا نبدا الكربوهيدرات كيمستري بان انا اعرف التعريف الكيميائي لكلمه كربوهيدرات. لما اجي اعرف كلمه كربوهيدرات دلوقتي هيجي يقول لك والله الكربوهيدرات دي ماده اورجانيك. ماده ايه؟ اورجانيك. طيب اورجانيك دي معناها ايه؟ معناها ماده عضويه. شكرا. يعني ايه ماده عضويه؟ امتى بسمي الماده عضويه يا شباب؟ المادة تكون عضوية لما بتحتوي على ذرات الكربون. يبقى انا هتفق معاك دلوقتي ان اي ديفينيشن بعد كده هتلاقي فيه كلمة اورجانيك، يبقى انت في بالك انك هتلاقي فيها ذرات الكربون. دخلت بقى على الليبت كيمستري، دخلت والله على البروتين كيمستري، شفت كلمة اورجانيك، يبقى انت في بالك انك هتلاقي ذرات الكربون داخلة في تكوين ايه؟ داخلة في تكوين المادة دي. اقول لك حلو، يعني الكربوهيدرات دي بقى بتتكون من كربون بس؟ قال لك لا، الكربوهيدرات دي بتتكون بشكل اساسي من الكربون ماسك معاها ذرات تانية اللي هي الاكسجين والهيدروجين. يبقى دي الثلاث ذرات الاساسيه اللي انا وانتوا دلوقتي هنبدا نرتبهم علشان نطلع انواع الكربوهيدرات المختلفه. يبقى دي اول حاجه طلعنا منها بالشرح العام كده، ان انا هتكلم عن كربوهيدرات بيتكون من سي واو واتش، تمام؟ مجموعه الاو اتش دي هسميها الهيدروكسيل جروب. هنسميها ايه يا شباب؟ هسميها الهيدروكسيل جروب. دي اول حاجه انا عايزك تعرفها. طيب تاني حاجه عايزك تعرفها ايه هي؟ ركز معايا، مش احنا كده كعوائل او كناس كل انسان بيكون ليه صفاته المميزه ليه على حسب ايه؟ على حسب جيناته. وكذلك مجموعه الكربوهيدرات بيتقسموا العوائل، وكل عائله بتتميز بمجموعه معينه من الصفات على حسب ايه؟ على حسب ترتيب ذرات معينه فيها. حاجه بسميها الاكتيف جروب. ثانية بس كده عشان احنا ايه بنتوه بسرعة واتلخبطنا. ايه موضوع الاكتف جروب ده؟ يقولك والله انا لما اجي ارتب الذرات دي هلاقي طلع لي في النص، واحنا لما نشوف الامثلة هتوضح اكتر، بس عايزين نفهمها، ان انا لما اجي ارتب ذرات الكربون والاكسجين والهيدروجين هلاقي كلهم بيرتبطوا مع بعض بروابط احادية، الا مجموعة كده هلاقيها كربونية وراحت ماسكة برابطة ثنائية. الرابطة دي بنسميها ايه؟ رابطة ثنائية مع مجموعة اكسجين. مجموعة ذرة الكربون لما تمسك برابطة ثنائية مع ذرة الاكسجين دي بسميها كربونايل جروب. كربونايل جروب، تمام؟ بيقول لك على حسب مكان وجود الكربونايل جروب دي انا هقسم الكربوهيدرات الكبيرة قوي اللي عندي لمجموعتين. مجموعة هسميها الألدهايد جروب، ومجموعة هسميها مجموعة الكيتون. ودي يا شباب مفاتيح فهم الكربوهيدرات
ويلا بينا نبدأ ان احنا نقرأ ونشوف ايه اللي موجود عندنا في الكتاب، وهنلاقي الكلام ماشي بتسلسل جدا. نظام شرحنا هيبقى ازاي؟ نظام شرحنا ان احنا هنشرح بشكل مختصر كل اللي موجود، وهتلاقوني معلمة عندكم على البي دي اف، وانا يعني استقصدت ان انا احاول اشرح من البي دي اف اللي انتوا بتذاكروا فيه علشان نعلم على مواضع الاسئلة. ويلا بينا نشوف الكتاب. مع بداية الكربوهيدرات قالك اول حاجة، انا هقولك الديفينيشن بتاع ثانية واحدة. قالك اول حاجة انا هقولك الديفينيشن بتاع الكربوهيدرات، هتقولي ثانية ما انا عارف الكربوهيدرات هي اورجانيك مولكيول، واحنا اتفقنا ان كلمة اورجانيك مهم. طيب يعني ايه اورجانيك؟ يعني بيخش في تكوينها ذرات الكربون. طيب احنا قلنا بس كده؟ لا، وقلنا هيخش معاها كمان الهيدروجين والاكسجين. تمام، حلو قوي. يقول لك بقى ده الاساسي، اي كربوهيدرات لازم يخش فيه الايه المكونات دي. شوية هقولك ان انا هطلع حاجة اسمها مشتقات الكربوهيدرات. تمام، مشتقات الكربوهيدرات بتتكون من الثلاثة الاساسيين دول، ومعاهم بقى ذرات تانية زي النيتروجين زي الفوسفور زي ايه زي السلفر. طيب ده الديفينيشن، واهم حاجة فيه كلمة اورجانيك. بعد كده قال لي كلمة كيميكالي. كيميكالي قال لي ان هي التعريف الكيميائي ليها هي حاجة اسمها بولي هيدروكسي. يعني ايه بولي؟ يعني عديد. ويعني ايه هيدروكسي؟ يعني مجموعة الاو اتش. مش احنا اتفقنا ان انا عندي الكربوهيدرات دي ذرات كربون وماسكة في او اتش، ماسكة في ذرة يعني هيدروجين واكسجين، هيترتبوا مع بعضهم في صورة او اتش. مش هنتفق كده زي الصورة اللي عندنا دي، وهنشرحها على السريع دلوقتي. طيب يبقى هو بيقول لي ان الكربوهيدرات دي هي بولي هيدروكسي الديهيد اوركيتون. ايه الكلام دون؟ يعني هي يا اما يكون المجموعة الاساسية فيها الالديهيد، واحنا هنقول مين هي المجموعة الاساسية اللي يعني ايه الديهيد، او كيتون، ومسكة في العديد من الـ OH. تعالى ما نشوف الكلام الغريب اللي احنا قلناه دون. بصوا يا شباب، اول حاجة احنا اتفقنا ان الديهيد او كيتون دولت اتقسموا على حسب حاجة اسمها الكربونايل جروب، والكربونايل جروب دي كانت عبارة عن كربونة ومسكة برابطة ثنائية في مين؟ في الاكسجين. تعالوا ما نشوف الصورة اللي عندنا دي اللي هي بتمثل الجلوكوز. هو الرابطة الثنائية موجودة فين؟ قال لي والله الرابطة الثنائية موجودة في اول ذرة، يعني مجموعة الكربونيل جروب موجودة في اول ذرة. يبقى انت اسمك ايه؟ يبقى انا اسمي عيلة الالديهيد. طيب امال عيلة الكيتون دي ايه اخبارها؟ هقولك بص معايا كده على الفركتوز اللي هو اخر الجلوكوز، هو الرابطة الثنائية فين؟ هتقولي الرابطة الثنائية في الذرة التانية. يبقى عيلة الديان عيلة الكيتون بيكون موجود فيها الكربونايل جروب فين؟ في الذرة التانية. يبقى انا عندي الصورة دي بتوضح اهم اختلاف عندنا، الاختلاف ما بين عائلة الالديهيد اللي هي الكربونايل جروب في الذرة الاولى، وعائلة الكيتون اللي بيكون فيها الكربونايل جروب في الذرة التانية. يبقى انا عندي اي كربوهيدرات في الدنيا يا اما يكون كيتون اللي هو تحت اللي هو ده، يا اما يكون الديهيد. يعني ايه كيتون؟ يعني ذرة كربون رابطة ثنائية في الذرة التانية. طيب يعني ايه الديهيد؟ ذرة كربون رابطة ثنائية في الذرة الاولى. يا اما يعني يكون الديهيد او كيتون وماسك مع او اتش كتير، زي ما انتم شايفين بقيه السلسله الكربون ماسك مع العديد من ذرات الاو اتش. طيب يبقى انا عندي بيقول لي كيميكالي اتس بولي هيدروكسي الديهيد اور كيتون. طيب ايه كمان هنا؟ تمام، بيقول لي هنا ان الالديهيد بيكون الكربونايل جروب اللي هي السي مع الدبل بوند موجوده فين؟ في الاند، في النهايه خالص زي ما انتم شايفين النهايه اللي فوق. طيب اما في حاله الكيتون بيكون الكربونايل جروب جوه التشين، ونخلي بالنا من الترتيب ده يا شباب علشان ممكن يجي لنا في سؤال ام سي كيو. بعد كده قال لي هو ايه هي وظائف الكربوهيدرات؟ عندنا اربع وظائف اساسيه ما ينفعش ننساهم ابدا، و ثلاثة يعني شوية مش فرعيين بس هما مش مهمين قوي وهيجوا معانا في بقية الكلام. أول حاجة يعني هو أصلا يا جماعة انتوا لو بصيتوا لمعظم أكلنا هتلاقوا كربوهيدرات، عيش، رز، فول، كل الأكل دون هو عبارة عن كربوهيدرات. تمام، يبقى الكربوهيدرات عندي هو المين سورس اوف انرجي لمين؟ للبادي. عندك مثلا البروتينات دي بيكون وظيفتها انها بتخش في تكوين اجزاء معينه في جسمي، الليبيد دي مثلا بتتخزن عشائها لهيئه دهون، انما المصدر الاساسي اللي جسمي بيحصل عليه من الطاقه وده سؤال ام سي كيو هو الكربوهيدرات. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا عندي فيه
يعني بعض أمثلة الكربوهيدرات اللي هناخدها دلوقتي والمشتقات بتاعتها، حاجة اسمها جلوكو يورينيك أسيد، جلوكو يورينيك أسيد ده بيبقى مركب موجود عندي في الكبد. طيب الكبد ده احنا عارفين ان هو أي حاجة وحشة بناخدها مثلا دواء، أي حاجة فيها توكسين بتروح معدية على الكبد. ليه؟ عشان الكبد بيحاول يقلل من سمية المادة دي. طب بتحاول تقلل من سميتها ازاي؟ ان انا بحط معاها جلوكو يورينيك أسيد، بيخليها ان اكتف ويخرجها بره الجسم. يبقى انا عندي تاني مركب مهم قوي برضو بيجي في الام سي كيو كتير، يجي يقول لك الجلوكو يورينيك اسيد ده يقول لي مسؤول عن الديتوكسيفيكيشن، انت على طول تختار مين؟ الجلوكو يورينيك اسيد. يبقى اول حاجه مصدر اساسي للطاقه في جسمي، تاني حاجه بيقلل السميه لمواد كتيره، ومثال المواد اللي استخدمها في تقليل السميه هو الجلوكو يورينيك اسيد. طيب اخر حاجه، اخر وظيفتين مؤسسين عندنا ان هو استورج فورم. انا دلوقتي اخدت الايه يعني اكل بكميه معينه وفاض يعني واستخدمت اللي انا عايزه في الطاقه، الباقي هخزنه في صوره ايه؟ هخزنه في صوره كربوهيدرات، يا يعني اما في شكل ستارش، يعني النوع الكربوهيدرات اللي بخزنه في شكله بس بنسميه ستارش ده في النباتات، او طبعا الجلايكوجين اللي احنا عارفينه كله بيتخزن في الليفر وفي المصل في لو كان ده في الحيوانات، والخليه الحيوانيه هي بتشمل برضو خليه الانسان. رابع وظيفة أساسية عندي إن أنا عندي الكربوهيدرات بعض أنواعها ما بيتهضمش. يعني إيه ما بيتهضمش؟ يعني ما بيتهضمش بشكل كامل ويمتص من خلال الدم علشان يروح يتوزع على الخلايا. طيب أما بيفضل فين؟ بيفضل عندي في الأمعاء. الله، بتفضل في الأمعاء ليه؟ بيقول لي وجود الكربوهيدرات دي في الأمعاء بيعمل حاجة كده بلق شبه الكورة، الكورة دي تضغط على الأمعاء وتنشط حركة الامعاء اللي بسميها البريستاليسيس. فلما عندي حركه الامعاء دي تنشط، لو حد مثلا عنده امساك او كده، يبقى الحاجات اللي ما بتهضمش دي مفيده ليه، بتنشط حركه الامعاء. تاني حاجه بتقي من امراض كتيره جدا زي السرطان الكولون وهكذا، ودي هناخده مع النوع او المثال بتاعه بالتفصيل. يبقى انا عندي النون دايجستبل، يعني اللي ما بتتهضمش وتمتص للدم، زي مثال عندي اسمه السليولوز، مهم جدا، ده بيستخدم كدايتري فايبر. الدايتري فايبر دي زي ما احنا قلنا حاجات ما بتتهضمش وبتفضل موجوده في اللهم صل على محمد في الامعاء. طيب دي اربع وظائف اساسيه. بعد كده قال لي في ثلاث وظائف تانيين يعني اقل اهميه، زي ان انا الكربوهيدرات بقدر اصنع منها اي مركب تاني، زي مثلا الفاتي اسيد، ودي حاجات هتخش في تكوين الليبيد، والامينو اسيد، ودي حاجات هتخش في تكوين البروتينات. بعد كده قال لي ان يعني الكربوهيدرات دي بتخش في تكوين اللي هو اجزاء من الخلايا بتاعتي زي السيل ممبرين وهكذا، تمام، وبتخش في تكوين الدي ان ايه. هناخد كل الكلام ده بالتفصيل، ده كلام مش مهم. الاربع وظايف دول ايه؟ مهمين جدا. كلمه بولي هيدروكسيدين الديهيد او كيتون مهمين جدا، يعني اعرف يعني ايه الديهيد او كيتون مهمين. نيجي على اول جزء في اي بي عندنا. في اي بي عندنا يا جماعه يعني ده سؤال جايلك في الامتحان، فما ينفعش نقول ده سؤال جايلك في الامتحان وما تحفظهوش زي اسمك، وخاصه لو كان جزء سهل. هو جه وقال لك عشان تسهل لي دراسه الكربوهيدرات لو سمحت قسمها لي، مش هينفع انا ادرس الحاجه كده من غير ما اقسمها واحطها عناوين اساسيه. قال لك اول ما تسمع كلمه تقسيم هتسالني سؤال، هتقسمها على حسب ايه؟ هقول لك والله على حسب عدد السكر اللي داخل فيها. ايه عدد السكر اللي داخل فيها دي؟ وحده تكوين الكربوهيدرات عندي هو السكر. لو داخل فيها سكر واحد بس وده جزء يعني ده الشكل ابسط شكل من الكربوهيدرات هسميها يعني كربوهيدرات احادي عشان داخل فيها سكر احادي او سكر واحد. طيب لو جه سكر ومسك مع سكر وبقوا اتنين مع بعض هسميها ايه؟ هسميها ثنائي. طيب لو جه مثلا تلاتة مسكوا مع بعض هنسميها ايه؟ وهكذا. يبقى انا هسميهم على حسب ايه؟ على حسب عدد السكر اللي داخل فيها. قال لك لو سكر واحد بس اللي داخل فيها وده ابسط شكل ليه، ده حاجة اسمها المونو ساكرايد. يعني ايه مونو؟ يعني احادي، وساكرايد يعني جلوكوز. يجي يسألك مين هو المونو ساكرايد في الامتحان؟ يعني مش معقول سؤال ابسط من كده. ده سيمبل شوجر، ده ابسط صورة من الشوجر، بيخش فيها كام؟ واحد، يونت واحد. طيب يجي يقول لك كلمة. طيب تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الداي ساكرايد. مين هي الداي ساكرايد؟ كلمة داي يعني اتنين. يبقى عندنا دون كربوهيدرات داخل فيه كام؟ اتنين مونو ساكرايد، اتنين سكر احادي مسكوا مع بعض.
واهم حاجه نعرفها عندنا مين بيمسكوا مع بعض برابطه اسمها الجلايكوسيديك بوند. طيب بعد كده قال لك ايه كده، يبقى دي واحد ودي اتنين، مش هنمسكهم بقى تلاتة اربعة، احنا كده مش هنخلص. قال لك من تلاتة لعشرة هسميها اوليجو. اوليجو يعني عدد كبير بس مش قوي. فايه هو العدد الكبير مش قوي؟ اللي هو تلاتة من العشرة سكريات ومسكين مع بعض بجلايكوسيتيك بوند. اخر حاجة عندنا اسمها البولي سكرايد، والبولي ده يعني عديد قوي ودون اكتر من عشرة، وان شاء الله هناخد مثال على كل منهم، بس ده اول جزء في اي بي. قال لك تعالى اول حاجة امسك لي المونوساكرايد وقسمها لي. قال لك تاني ماشي، هنقسمها على حسب ايه؟ والله احنا قسمنا قبل كده على حسب عدد السكريات، ولو كنت قلت لي مثلا ان في سكر ثنائي كنت هقول لك ماشي قسمه على حسب السكر اللي داخل فيه، انما ده حاجة داخلة فيها مونو، يعني ايه داخلة فيها سكر واحد بس، فهنقسمك على حسب ايه؟ قال لك مش انا قلت لك ان المكون الاساسي للكربوهيدرات هو الكربون؟ خلاص شوف لي انت كم ذرة كربون داخلة فيها، بسيطة. انا مش هتعرف تقسمها على حسب جزيئات كبيرة، قسمها على حسب الذرات. قال لك حلو، يبقى انا هقسمها على حسب عدد مين؟ الكربون اللي داخلة فيها. قال لك هتقسمها الى ايه؟ قال لك اقل حاجة ينفع تكون تلاتة بس، تلاتة كربون، ما فيش كربوهيدرات في الدنيا اتنين، مش هينفع الروابط مش هتبقى ماشي. دي هسميها ايه؟ دي هسميها التلاتة هسميها ترايوز، اربعة هسميها تتروز، خمسة هسميها بنتوز، ستة هنسميها هكسوز، والسبعة هنسميها مين؟ هبتوز. بس هبتوز دي مش مهمة يعني، مش هيجي عليها امثلة في الامتحان. يبقى قال لك اول حاجة انا هقسمها على حسب عدد ذرات الكربون، طيب number of a of carbon atoms. بس كده مش مكفينا برضو، لقينا امثلة كتير. قال لك وهقسمهم، هرجع اقسمهم تاني على حسب العيلتين اللي عندنا، اللي هما مين؟ الالدوز بيكون ذرة الاكتف جروب اول ذرة، ولا تبع عيلة الكيتوز. طبعا ده تاني سؤال في اي بي، ده جاي لك برضو في الامتحان. وانا فعلا يا جماعه لما تحلوا اسئله كتاب الاسم او اي امتحان انتوا هتشوفوا بنفسكم الامثله دي. طيب يبقى الامثله دي حفظ مهمه جدا جدا وتكرر معانا كتير. ممكن اسئله الاسماء تبقى صعبه شويه بس بالتكرار بسيطه جدا. جه قال لك لو سمحتي قول لي هو مين اللي بيحتوي على ثلاث ذرات كربون وموجود تبع عائله الالدوز؟ قال لك سكر اسمه جليسرالدهايد. سكر اسمه ايه؟ جليسرالدهايد. طيب قال لك مين بيحتوي على ثلاث ذرات كربون وموجود تبع عيله الكيتوز؟ قال لك سكر اسمه داي هيدروكسي اسيتون، ودول هناخدهم بالتفصيل ومهمين جدا. طيب قال لك قول لي لو سمحت التتروز مين بيحتوي على اربع ذرات وتبع الالدوز برضو؟ قال لك سكر اسمه الاريثروز. بص بقى السكر اللي جاي ده كان جاي لنا يا جماعه في امتحان النيت، مين اللي بيحتوي على اربع ذرات كربون وهو كيتوز؟ اريثروليوز. طيب احنا بقى مش هنقعد نحفظ يعني، احنا هنتلخبط. بص يعني بعيدا عن اول واخر واحد عشان دول مش تبع القاعده، يعني اللي هو التلاتة والستة دول مش تبع القاعده، الاربعة وخمسة اول ما تشوف اليو والال، اليو والال ده يعني هو تابع للكيتوز. فمثلا هو زي ما انتم شايفين لو هو اربعة نحفظ الاثنين، لو هو اربعة والدوز هسميه اريثروز. طب حول لي الارثروز ده الكيتوز يبقى هنحط يو ال اريثروليوز. طيب البنتوز عندي اللي هو الخمسة وتبع عيلة الالدوز، حاجة اسمها ريبوز، وطبعا انا عارفة ان انتوا عارفين الريبوز لو بيخش في الار ان اي وهنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. حلو، حول لي الريبوز دون لكيتوز، حط لي يو ال يبقى اسمه ايه؟ ريبوليوز. زيلوز دي في ال اصلا فهيلخبطنا، لا هنحط ال كمان هيبقى فيه اتنين ال، زيلوليوز. تمام. وبعد عندنا كده الهكسوز مهمين برضو جدا، مين هكسوز والدوز بنوز وجلوكوز وجالاكتوز، والهكسوز والكيتوز عندنا فركتوز. معلش يا جماعه لو كانت الاسماء صعبه بالتكرار هنحفظهم. احنا عرفنا اول اتنين اللي هما جليسرالدهايد وداي هيدروكسي اسيدون، الترايوز دول مهمين جدا والهكسوز مهمين، وبرضه اللي في النص بيجي عليهم اسئله ام سي كيو، بس احنا انا قصدي ان هم مهمين ان احنا هناخدهم بالتفصيل. واللي في النص بيجي عليها اسئله ام سي كيو يقول لك مين مثلا تتروز وكيتوز، مين هو بنتوز واتبع الالديد وهكذا. طيب تعال نشوف بقى كل مثال من اللي احنا اخدناه بشيء من التفصيل بس مش تفاصيل قوي. طيب قال لك والله اول حاجه هنتكلم عن الاصغر ناس عندنا، اصغر ناس اللي هم كانوا بيتكونوا من ثلاث ذرات. طيب الترايوز انت عايز تكلمني اللي هو تبع عيله الالديهيد ولا تبع عيله الكيتوز؟ قال لك لا انا عايزه اتكلم عن الاثنين. قال لك طيب لو هو ثلاثة وتبع عيله الالدوز هسميه جليسرالدهايد، هسميه جليسرالدهايد. بص على الجليسرالدهايد اهو، ده ثلاث ذرات زي ما احنا اتفقنا،
والاكتف جروب فيه اللي هو مين السي اتش او ده، اللي هو سي دبل بوند او وماسكه في اتش من ناحيه، بس في هنا دبل بوند. تمام تمام ده يبقى صح، ده عله الالديهيد. بيقول لي ان دون هو السيمبل اللوز على الاطلاق، ابسط واحد. ايوه ما هو متكون من اقل حاجه اللي هي 3 ذرات. طيب جميل، وهو دون اللبنه الاساسيه اللي لو جيت ابني اي اللوز تاني هبنيها عليه. يعني اول حاجه لازم اجي احط 3 ذرات مكونه الجليسرال ده، وبعديها ابدا ابني فوقها بقى واطول لو انا عايزه ايه اخليه بقى رباعي تتروز، اخليه خماسي بنتوز وهكذا. طبعا جه سؤال في الامتحان كان بيقول لك انهي جمله صح، وجي قال لك ان في حاجه عندنا اسمها الالدو ترايوز. تمام، وقال لي الالدو ترايوز هو ذا موست سيمبل الدوز، فنفس ما إيه؟ لا غلط، الجليسرول ده هو موست سيمبل الدوز. هو مين اصلا الاسم اللي كاتبه ده؟ مش هو الجليسرول ده؟ تعالوا نفسره، الدو يعني تبع عائله الديت، وترايوز يعني ثلاثي. هو مين الالدوز ولا الثلاثي؟ مش هو الجليسرول ده؟ يبقى نخلي بالنا يا شباب نبقى عارفين ايه الاسم ومعناه. طيب جه عند اخوه الداي هيدروكسي اسيتون، قال لك برده الداي هيدروكسي اسيتون دوت هو الموست السيمبل في، بس في عائله بقى مين؟ الكيتوز. طيب ان شاء الله يكون الجزء ده واضح، دي اهم يعني حاجه بتسال فيهم. طبعا اول استخدام ده مش معانا فعلا، وده هناخده بالتفصيل في حاجه اسمها الهيكلوزمال فوسفات شنط، فما تشغلوش بالكم بيه، انما الاستخدام التاني ده هو اللي مهم قوي قوي عندي وهنتكلم عليه دلوقتي، ان الاثنين دولت بيخشوا في تكوين الجليسترول، والجليسترول ده هنكون منه حاجات كتير. طيب ما نتوهش من بعض، هنتكلم عن كربوهيدرات، اخدنا الديفينيشن اهم كلمه الاورجانيك، بعد كده قسمنا الكربوهيدرات بشكل عام مونو داي وليجو بولي، وبعد كده قلت لك معلش هات لي بقى المونو كده وقسمها لي برواقه. لما قسمناها برواقه قسمناها على حسب حاجتين، اول حاجه قسمناها على حسب عدد ذرات الكربون اللي داخله فيها، تاني حاجه على حسب هي تنتمي لانهي عيله من العيلتين الاثنين اللي اتكلمنا عنهم. قربنا نخلص يعني جزء كبير يا شباب، فنركز سوا وما نزهقش. طيب جه بعد كده قال لك فين في حته كده ناقصه، قال لك بقى رباعيه، انا بس عايزه اعرفهم اسماء، احنا اتفقنا عندهم فوق اللي هم اللي كان اسمهم تقريبا، خلينا نشوفهم عشان انا نسيتهم، الاريثروز والاريثروليوز، دي اللي هم التروز، انا بس عايزاهم اسماء. هنخش بعد كده على السكريات الخماسيه اللي هي قال لك لو سكر خماسي ويتبع الى عائله الالدوز، فانا عندي حاجه اسمها الريبوز، دي اوكسي ريبوز والزيلوز. طيب ركزوا بقى معايا يا شباب كده ثانيه، اول حاجه تعالوا نشوف الريبوز، قال لك ادي 1 2 3 4 5 خمس ذرات، ايوه يبقى انت فعلا بنتوز، وادي مجموعه الاكتف جروب موجوده في اول ذره، يبقى انت فعلا الدوز. تمام احنا كده ثبتنا ان احنا كلامنا صح. طيب بص بقى على الدي اوكسي ريبوز، برده هو خمس ذرات، طيب كربون وبرده الالديهيد جروب، يبقى انت كده انتوا الاثنين فعلا بنتوز وتبع عائله الالديهيد. بس عايزك تركز معايا في حاجه، ايه الفرق من الريبوز والدي اوكسي ريبوز؟ بسيطه، الريبوز هو نفسه الدي اوكسي ريبوز، بس جينا عن الدي اوكسي وشلنا ذره اكسجين. طيب احنا شلنا ذره اكسجين منين؟ من الكربونه الثانيه، لو احنا اخدنا بالنا شلنا ذره اكسجين، بس ده كلام ما يهمنيش. اللي يهمني عندي اجي اسالك هو الريبوز ده بيخش في ايه؟ لو انتوا تفتكروا زمان يا جماعه واحنا بناخد تكوين الحمض النووي، اللي هو كان عندي حمض نووي اسمه دي ان ايه، كان دبل هيليكس كده ماشي، وكان عندي حمض نووي بيتكون من هيليك واحده بس، كان اسمه ار ان اي، كان عندي حاجه اسمها دي ان اي وحاجه اسمها ار ان اي، والدي ان اي دون كان بيقول لك ان هو بيتكون من شريط هنا وشريط هنا من القواعد الفوسفاتيه، من القواعد الفوسفاتيه، انا مش كان نفسي اجيب رسمته والله، ثانيه هجيب اهو بالشكل ده. احنا كنا متفق ان الخط اللي ورا ده بيبقى سكر خماسي اللي انتوا مرسوم قدامكم دون وماسك في قاعده فوسفاتيه. طيب ماليش دعوه بالقاعده الفوسفاتيه، بقول ايه سكر خماسي، هو ده اللي يهمني، مش احنا دلوقتي بناخد في البنتوز اللي هو السكر الخماسي. تمام السكر الخماسي ده والله لو كان كان دي اوكسي ريبوز يبقى داخل في مين؟ في الدي ان اي. تمام
طيب السكر الخماسي دون لو كان ريبوز يبقى هيخش في الار ان ايه، والسؤال ده على بساطته وعلى ان احنا المفروض كلنا عارفين ان هو عارفينه من الاحياء من ثالثه ثانوي، الا ان هو بيجي في الامتحان كتير جدا يقولك مين بيخش في الار ان ايه، مين بيخش في الدي ان ايه، ومش شرط زي ما اتفقنا ان هو يجيب لي كلمه ريبوز، ممكن يعوض بيها بكلمه تانية، كلمه اسمها الايه بنته الدوز، واحنا قلنا مين بنته يعني خامس خمسة، والدوز يعني مين، يعني ينتمي الى عائلة الاضي. تمام اهو بيقول عندي هنا عندنا الريبوز والدي اوكسي ريبوز، الريبوز بيخش في تكوين الار ان اي، الدي اوكسي ريبوز بيخش في تكوين الدي ان اي. الريبوز دون ممكن ان هو مع القواعد الفوسفاتية بدل ما يكون ار ان اي يكون حاجة اسمها مركبات الطاقة في جسمي، ودي ليها سوتريال كامل اللي هي الاي تي بي والجي تي بي. طيب لو الدي اوكسي ريبوز عايز يكون المركبات دي برضو هنعملها ايه؟ هنكتب نفس الاسم بس هنحط قبلها الدي اللي هو عشان شلنا منها اكسجين، فهسميه دي اي تي بي ودي جي تي بي. واخر حاجة عندنا ان الريبوز بيخش في كو انزيم، دي معلومة مش مهمة، اهم حاجة الاتنين اللي فوق دي وعلى طول بيصير فيهم في الامتحان. يجي بقى هو كده سايبك عمال انت تحفظ في الريبوز والايه في الريبوز والديكس ريبوز، والله العظيم هيروح جاي يسألك في الزيلوز، مين الزيلوز دون؟ يعني هيجي يقولك هيفرقه عن الكيتوز بتاعه الزيلوليوز، فعلا والله السؤال ده جانا في الامتحان. طيب فنخلي بالنا من هو الكيتوز ولا الالدوز. اخر حاجه بقى عايزين نخش فيها بالنسبه للمونوساكرايد، وديا اخر في اي بي معانا، جزء مهم جدا يا شباب، اللي هم مين؟ اللي هي السكريات اللي بتحتوي على 6 ذرات كربون. طيب هناخد فيها كام مثال؟ هناخد فيها 4 امثله، مثال الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز. طيب معلش نشوف الصيغه الكيميائيه مش علينا، بس احنا لازم نشوفها علشان نعرف نحدد ده ايه. طيب بص معايا كده، تعالى اما نعد ذرات الكربون، 1 2 3 4 5 6، يبقى انت اسمك هيكسوز. وريني فين الدبل بوند اللي عندك، قال لك الدبل بوند اللي عندي اهي فوق اهي، حلو يبقى انت تبع عيله الالدهيد. مين السداسي دون؟ دون اللي بسميه عندي الجلوكوز. طب تعالى ما نشوف التاني برضو 6 ذرات، بس انا عندي الرابطة اللي هي الاكتف جروب في ذرة الكربون التانية يعني محشورة في النص، يبقى انت اسمك فركتوز. ده هنلاقيه سداسي والاكتف جروب في اول ذرة كربون، يبقى انت كده سداسي وتبع عائلة الالدوز، ودون اسمه جالاكتوز. في ناس شاطرة ومركزة وبجد ربنا يبارك لهم هيقولوا ايوه طب ما احنا هنفرق ازاي ما بين ده وده، ما انت قلتي الاتنين سداسيين والاتنين بيحتووا على اكتف جروب في اول مجموعة. بكل بساطة ده سؤال مهم، سؤال بيجي في الامتحان بس هنقوله لما نخلص الجزئية دي. تركز معايا كده علشان نعرف احنا عايزين نعرف ايه عن السكريات السداسية. سكريات سداسية يعني ايه؟ تتكون من 6 ذرات كربون. اول واحد عندنا والبالانس بتاعنا والاهم يعني سكر عندنا في كل البايو سكر الجلوكوز. قولي كده اسم تاني للجلوكوز، هقولك الدو اكسوز، وانتو شطار خلاص بقى احنا مقولناش يتضحك علينا. الدو يعني تبع عيلة الالدي، واكسوز يعني 6 ذرات كربون. هقولك اسم تاني ليه جراب شوجر، وصدقوني يا جماعة اللي في الامتحان الجلوكوز عمره ما بيجي باسمه، يا يجي باسمه جراب شوجر يا باسم تاني هنقول دلوقتي. طب ليه اسمه جراب شوجر؟ سكر العنب، لان هو موجود في اكتر حاجة موجود في العنب، او اسم ديكستروز. ايه اسم ديكستروز ده وايه يعني ايه اوبتيكال اكتيفيتي اللي موجودة هنا دي؟ هاجي اقولك ان كان في انسان اقل ما يقال عليه ان هو كان قاعد فاضي، حرفيا كان قاعد فاضي تمام، ما دخلش طب، جاب كوباية وحط فيها السكر اللي هو عايز يختبره، وحط فيها شوية مية ودوب المحلول ده، وهو قاعد كده قام راح ضارب كشاف في الكوباية دي، ولاحظ هل ضوء الكشاف ده هينحرف ناحية اليمين؟ فلما انحرف ناحية اليمين قالك السكر اللي يحرف حاجة ناحية اليمين ده يعمل حاجة اسمها ديكسترو روتاتري، اللي هي الكلمة المكتوبة دي ديكسترو روتاتري، وهرمز له برمز، ثانية انا عايزة امسح دي لان كتبتها دي، وهرمز له برمز دي سمول، ممكن بقول سمول لان مهم جدا جدا، في دي كابيتال بترمز لحاجة تانية مش مهم. يبقى انا كده دوبت السكر ضربت فيه مية محلول حرف الضوء ناحية اليمين هسميه ديكسترو روتاتري،
حرف الضوء ناحية الشمال هسميه ليفو روتاتوري، وهرمز للحاجة دي بحرف ال سمول. حلو، المهم ان احنا جينا جربنا التجربة الغريبة دي على الجلوكوز بتاعنا فلقيناه حرف الضوء ناحية اليمين فسميته ديكسترو روتاتوري، تمام، او حطيت رمز دي سمول. ولان الجلوكوز هو اشهر حاجة تحرف الضوء ناحية اليمين ف نعوض عن اسمه ساعات بكلمة ديكستروز. يبقى الوحش بتاعنا الجلوكوز اعرف ان هو ممكن يسألني باسمه جراب شوجر لانه موجود في العنب، او اعرف ان هو ممكن يسألني باسم الديكستروز. ليه هو الوحيد اللي بيحرف ناحية اليمين؟ لا، بس هو اشهر واحد بيحرف ناحية اليمين، واتمنى تكونوا فهمتوا الجزء ده. طيب اخوه بقى الفركتوز، الفركتوز دون كان سداسي بس كان الاكتف جروب فيه موجودة اللي هو الكيتون فسميه كيتو هيكسوز، تمام. الاسم اللي هو دايما يجي في الامتحان يقول لي الفروت شوجر، ليه؟ لان هو موجود في معظم الفواكه. طيب لما انا عملت عليه تجربة الضوء الكوباية اللي ايه اللي دايب فيها السكر، حرف الضوء ناحية فين؟ ناحية الشمال، فسميته ليفوروتاتري. تعال لما نشوف اخر واحد عندنا هنا اللي هو الجلاكتوز، ده كان اخو الجلوكوز، كان شبهه وقلنا هنفرق ما بينهم ازاي وقلنا هنعرف ده في الاخر. طيب يبقى هو كمان الضو هيكسوز، تمام، موجود اكتر حاجة الجلاكتوز ده، احنا اغلبنا عارفين ان الجلاكتوز ده معروف موجود فين؟ في الميلك، فسميه ميلك شوجر. بيحرف الضوء ناحية فين؟ ناحية الديكسترو ناحية اليمين، فسميته ديكسترو تاتري، او عوض عليها بالدي سمول او بالموجب، تمام. بس لو جه قالك ديكستروز يبقى هو قصده الجلوكوز. طيب نكمل السؤال اللي هيجيلك في الامتحان اهو يا شباب، ريديوسينج شوجر ولا مش ريديوسينج شوجر؟ تعالى نعرف يعني ايه ريديوسينج وامتى الشوجر يكون ريديوسينج. ريديوسينج يعني يعرف ان هو يدي المادة اللي قدامه هيدروجين او يسرق منها اكسجين، ده احنا عارفينه من الايه من السنة، يتديك هيدروجين يسرق منك اكسجين، فانا كده بعمل لك عملية ريدكشن، يبقى انا كده مادة ريديوسينج. طيب احنا عرفنا يعني ايه ريديوسينج، طيب امتى تكون ريديوسينج؟ يقول لك لما الاكتف جروب اللي فيه اللي هي مجموعة الكربونيل تكون فري. يعني ايه فري؟ يعني مش ماسكه في حاجه تانية. هو احنا عندنا هي ممكن تكون ماسكه في حاجه تانية؟ هتشوف، مش انا قلت لك في مثلا سكريات ثنائيه، السكريات الثنائيه دي بتمسك في بعضها ازاي؟ بالاكتف جروب، تمام. طيب انا عندي هنا السكريات الاحاديه، ودي قاعده تتحفظ زي اسمنا، بدل ما نقعد نحفظ مين الريديوسينج ومين اللي مش ريديوسينج، قاعده تتحفظ زي اسمنا. اي مونوساكرايد في الدنيا، اي واحد انت فاكر ان ده كان تبع المونوساكرايد، يبقى قولا واحدا ده ريديوسينج شوجر. الاكتف جروب بتاعته فري، هو اصلا مش ماسك في حاجه، ده هو سكر ماشي في الدنيا لوحده، يبقى ماسك في مين؟ طيب انا عندي الثلاث امثله اللي عندي قولا واحدا مين؟ ريديوسينج شوجر. وده سؤال امتحان والله يا جماعه. طبعا السورس بتاعتهم مش مهمه قوي، لكن اللي مهم جدا ايه اهميه كل واحد فيهم. اول حاجه الجلوكوز، مش قلنا الجلوكوز ده اهم واحد عندنا؟ يا جماعه الجلوكوز ده مصدر الاساسي للطاقه في الجسم. اي خليه ما ينفعش تروح تديها كده اي سكر ثاني تقولها اشتغل، لازم تديها جلوكوز عشان تفهم ان هي ايه. ايوه هو ده اللي هتصنع منه الطاقه، يبقى هو الميجور سورس انرجي ان ذا بودي، تمام، والمين شوجر ان ذا بلاد. وكلمه بلاد دي مهمه، بيقول لي بقى ان هو بيخش في تكوين الاثر كربوهيدرات، دي حاجه ما تهمنيش. طيب خش بقى السؤال الاول، قلنا جاي في الامتحان الريديوسينج شوجر. السؤال التاني اللي انا بقوله ده والله يا جماعه تلاقوه في كتاب الاسم وفي الملف اللي هبعته بالليل، فبالله عليك بالله عليكم تحلوا السؤال صح. يجي يقول لي مين هو المين سورس للانرجي للطاقه عند السيمين؟ مين السيمين ده؟ السيمين ده اللي هي الحيوانات المنويه، مش الحيوانات المنوية دي يعني بتكون عايشة في الحويصلة المنوية وبتتغذى. مين هو الشجر الأساسي اللي ايه اللي بيغذيها؟ وهنا سبحان الله بتبان رحمة ربنا ان الشجر الأساسي على عكس ما احنا قلنا ان جسمي كله الأساسي فيه هو الجلوكوز، السيمين بيكون الفركتوز، ودي من رحمة ربنا. ليه؟ عشان الناس اللي بيبقوا دايبيتك اللي هم عندهم مشكلة في اللي هو استخدام الجلوكوز ما يبقوش كمان عندهم مشكلة عقم. تخيل لو السيمين ده معتمد على الجلوكوز وهو اصلا بالعافيه مش عارف يدخله للخلايا، فبالتالي الناس دي هيكون عندها عقم. فجيت رحمه ربنا ان ثانيه واحده، ان الفركتوز هو السكر الاساسي لتغذيه السيمين، علشان الفركتوز ما بيحتاجش الانسولين عشان يخش جوه الخلايا، وبالتالي هو مش محتاج اي مجهود علشان السيمين ياخده ويعرف يتغذى بيه.
اخر حاجة عندنا بقى اللي هو الجلاكتوز، واحنا الجلاكتوز كله بيتلخص في ان هو بيخش، يعني هو السكر الاساسي في الملك وبيخش في تكوين سكر تاني ثنائي هناخده اسمه لاكتوز اللي هو برضو موجود في الملك. يعتبر خلصنا، فاضل لنا اخر جزء 2 ان بي كده ناخدهم، يعني مثال الاخير، واتنين ان بي كده هنكون خلصنا جزء كبير. بيقول عندي ان في سكر اسمه المنوز، المنوز دون اخر، لو تفتكروا ده كان اخر مثال موجود في الحاجات السداسيه واللي تبع الطرف، بس ان هو بيخش في تكوين حاجه اسمها الجلايكوبروتين. زي ما احنا اتفقنا عندنا 2 ان بي مهمين جدا. اول ان بي اي ان كل المونوسكرايد اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كلهم ريديوسنج شوجر الاكتف جروب 3. تاني حاجه عندنا بقى احنا اللي احنا اتفقنا ان احنا عايزين نفرق بينهم اللي هو المنوز والجلوكوز والجلاكتوز. هو انت قلتي ان كلهم سداسيين وكلهم نفس العيله اللي هي عيله الالدهيد، افرق بينهم ازاي؟ قال لي هتلاقي الذرات بتاعتهم تركيبها مختلف. سبحان الله، او اتش واحده يا جماعه مكانها اختلف عملت لي مركب تاني خالص. يبقى انت بص هنا مثلا على الجلوكوز والجلاكتوز، بص عند ذره الكربون رقم 3 تمام الاو اتش في الناحيتين، ناحيه اليمين ناحيه الشمال. طيب هنا بقى عند السي دي والله دي في الجلوكوز ناحيه اليمين اما في الجلاكتوز ناحيه الشمال. طبعا انتوا هتقولوا الحاجات الوجوديه اللي انت بتقوليها دي يعني هو احفظها بقى كده. هنحفظ الاختلاف في ذرات كام؟ لا، تحفظ عندي ان انا عندي ان الجلوكوز والجلاكتوز والمنوز الثلاثة دول مع بعض اسمهم ايبيمرز. يعني ايبيمرز يعني هم بيحتوي على نفس الذرات بالظبط ما عدا ذرة واحدة دي بيكون فيها اختلاف من ترتيب الاو اتش. طيب يا شباب انا عارفه ان انتم مليتوا، بس احنا هنقسم المحاضره لساعه وساعه الا ربع وساعه الا ربع، يعني كمان تلت ساعه هديك راحه ما تقومش قبلها. احنا قربنا نخلص ونخلص جزء كبير جدا، واتمنى كل اللي فات يكون واضح عشان عايزين نخش في حاجه اسمها المونو سكرايد ديريفاتيفز اللي هي المشتقات. نتكلم بقى يا شباب عن المونو سكرايد ديريفاتيفز، عايزين نعرف معناها. يعني ايه مونو سكرايد ديريفاتيفز؟ يعني مشتقات السكريات الاحاديه. طيب يعني ايه برضو مشتقات؟ احنا خدنا ان احنا في ذرات اساسيه بتخش في تكوين الكربوهيدرات اللي هي مين؟ الكربون الهيدروجين والاكسجين. هبدا انا بقى اجيب السكر الاحادي اللي عندي ده والعب فيه شويه ازاي. مره مثلا هتلاقيني ان انا قلت لك ان انا عملت له عمليه اكسديشن. يعني ايه اكسديشن؟ اكسديشن يا اما شلت هيدروجين يا اما حطيت اكسجين، يا اما حطيت اكسجين. انا اللي يهمني عندي ان انا احط اكسجين، تمام؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ لعبت فيه في حاجه ان انا زودت له اكسجين. مرات تانية اقول لك لا، ده انا هعمل له عمليه ريدكشن اختزال. يعني ايه اختزال؟ يعني ان انا احط له هيدروجين. مرات تانية اقول لك لا، ده انا هضيف عليه مجموعة تانية خالص اسمها مجموعة الامين اللي هي ال NH2. طيب كل الحاجات دي احنا هناخدها بالتفصيل، بس احنا متفقين مع بعض ان انا عندي مشتقات، معناها ان انا يا اما هبدأ احط ذرات جديدة يا اما هبدأ اشيل ذرات كانت موجودة اصلا. طيب واحدة واحدة تعالوا نبص على الامثلة. بيقول عندي هنا يا شباب اول حاجة ان انا عندي حاجة اسمها الشوجر اسيد اوكسيدايزد ديريفاتيفز. يعني ايه ده؟ اول حاجه الشوجر اللي هو السكر اللي عندي، اول حاجه الشوجر اللي هو السكر اللي عندي. طيب اسيد، هو انا امتى اقول عن الماده ان الماده دي اسيد؟ والله اقول عن الماده ان هي اسيد لو هي بتحتوي على مجموعه اسمها مجموعه الكربوكسيد اللي هو السي او او اتش. حلو. طيب انا عارفه ان انا عندي في الكربوهيدرات عندي سي واو اتش، يبقى انا ايه اللي زياده عندي؟ الاكسجين. يبقى انا علشان احول الشوجر الى اسيد عملت عمليه ايه؟ عمليه اكسديشن بان انا ضفت مين؟ ضفت ذره اكسجين. تمام كده وضحت. طيب هيجي بقى هنا السؤال، هو انا بضيف ذره الاكسجين دي فانهي ذره كربون؟ احنا اتفقنا ان احنا هنضيف اكسجين مع كربون. طيب فانهي ذره كربون؟ قال لك والله على حسب المكان اللي انت هتحط فيه الاكسجين الجديده دي، على حسب اسم المركب اللي هينتج عندي. طب قول لي امثله كده عشان انا بتلخبط. قال لك انت عندك ثلاث اماكن او ثلاث اختيارات، يا اما مركب يطلع اسمه الالدونيك اسيد، تمام؟ احنا بنشيل ال ال دي وبنعوض عليها باسم الشوجر وهنفهم معناها دلوقتي، بس يهمني مقطع ايه؟ مقطع اونيك. مقطع اونيك لما اشوفه في كلمه ده معناه ان انا ضفت ذره اكسجين على الاكتف جروب. مين الاكتف جروب دي؟ افتكروا معايا اللي هو الالدهيد، اول ذره لو كان
اللي هو الألديهيد اللي هي ذرة الكربون الأولى لو كان ده تبع عائلة الألديهيد، أو تاني ذرة كربون لو كان تبع عائلة الكيتو. طب وريني كده مثال على الألدونيك أسيد ده. قال لك أنا جبت جلوكوز تمام ورحت عامل له أكسيديشن، يعني ضفت عليه ذرة أكسجين. فكرني كده، هو الجلوكوز دون كان تبع الألديهيد ولا تبع الكيتون؟ لا تبع الألديهيد، يبقى أنا هضيف على مين عشان أحوله لأونيك لألدونيك؟ هضيف على الذرة الأولى. بص بقى عندي الذرة الأولى بقى فيها إيه؟ COOH جلوكوز، ضفت عليه ذرة أكسجين على المجموعة الأولى، هيسموه إيه؟ جلوكونيك أسيد. يبقى أنا أهم حاجة عندي يجي في الامتحان هيسألك الجلوكونيك أسيد ده يا ترى الأكسجين الجديدة اللي عنده محطوطة فين؟ هتقول له محطوطة في الأكتف جروب. طيب يجي سؤال تاني مثلا يقول لك هو الجلوكونيك أسيد ده تبع أنهي ديريفاتيفز؟ هتقول له دون يعني من اسم جلوكونيك أسيد يبقى ده شوكر أسيد أو الأكسيدايزد ديريفاتيفز اللي جاي عن طريق عملية الأكسيديشن. دي أول حاجة عندنا. طيب تاني حاجة عندنا يقول لك إيه ده لو أنا ضفت الأكسجينة على الأكتف جروب. طيب لو أنا اختيار تاني عندي بيقول لي ان انا بضيف الاكسجين على اخر ذره كربون موجوده عندنا، برضو جاب لي هنا الجلوكوز وجي على اخر ذره كربون وراح ضايف عليها اكسجين. طيب ده هيكون لي مركب اسمه ايه؟ هيسميه يورينيك اسيد. طيب انا دلوقتي ده عمليه الاكسجين دي حصلت في الجلوكوز، يبقى هنحط مقطع يورينيك، يبقى اسمه ايه؟ جلوكو يورينيك اسيد. الجلوكويورينيك اسيد ده يا شباب لو انتوا ذاكرتكم نشطه معايا، لما كنا بناخد الفانكشن قلنا في حاجه بتستخدم عندنا في تقليل السميه بتعمل ديتوكسيفيكيشن، كان هو مين؟ كان هو الجلوكويورينيك اسيد. اخر احتمال احط فيه هو ان انا احط عند الاكتف جروب وعند اخر ذره كربون، عند الاكتف جروب وعند اخر ذره كربون، فينتج لي حاجه اسمها الالدريك اسيد. واداني برضو مثال لي على الجلوكوز، لو انا ضفت عند اول ذرة واخر ذرة هيديني حاجة اسمها الجلوكاريك اسيد او الساكريك اسيد. ونحفظ الاسمين لان ممكن يجي يسألني باي واحد فيهم. في بقى مرة سؤال جه في امتحان بيقول لي ايه، جاب لي التلات اسماء ده اللي هو الجلوكونيك اسيد والجلوكويورينيك اسيد والجلوكاريك اسيد، وقال لي انهي واحد من التلاتة دول في باي كاربوكسيليك جروب. ده سؤال جه في الامتحان والله يا شباب، او جه يعني في كتاب، انا مش فاكره هو كان في الامتحان ولا في كتاب الاسم. بيقول لي باي كاربوكسيليك جروب انهي واحد من الثلاثه دول، وجاب لي الثلاث اختيارات. فالناس قالوا ايه باي كاربوكسيليك جروب ده؟ ما احنا اتفقنا يا شباب ان انا علشان احول الشوجر اللي عندي الى اسيد بضيف عليه اكسجين عشان يتكون عندي مجموعه اسمها الكربوكسيل جروب اللي هي السي او او اتش. طيب انهي واحد من الثلاثه هيبقى فيه 2 سي او او اتش؟ والله اللي انا ضفت عنده ذره الاكسجين في موضعين، في الاكتف جروب وفي اللاست كربونايل جروب اللي هو مين؟ هيبقى الجلوكاريك اسيد. تمام يا شباب، اتمنى تكون وضحت. جه قال لك هقول لك شويه استخدامات، حاجات بسيطه يعني مش مهمه قوي. هو جه قال لي مثلا ان انا عندي تكون، عايزه بس اجيب الاسم، ثانيه واحده، تكون الجلوكونيك اسيد ده ليه لون معين، فبالتالي انا لما احب اقيس كم الجلوكوز اللي في الدم بعمل له اكسيديشن، بجيب الجلوكوز واعمل له اكسيديشن بانزيم اسمه جلوكوز اكسيديز، فيدين الجلوكونيك اسيد ده في محلول فيتغير لون، وبكده انا اعرف كم كم الجلوكوز اللي موجود في الدم. يبقى بيقول لي ان الجلوكوز اوكسيديز دون رياكشن يستخدم في الاستيميشن في قياس البلاد جلوكوز. طيب يعني معلومه بسيطه اعرفوها بس كده. تاني حاجه بيقول لي ان الجلوكويورينيك اسيد زي ما احنا قلنا ان هو بيعمل كونجيوكيشن، كونجيوكيشن يعني ايه؟ بيرتبط بمواد سميه عشان يخليها اقل سميه، او ماده اكتف وانا عايزه اخليها ان اكتف، بس اعرف ده على مستويك. تاني حاجه ان هو بيخش في تكوين مركبات اسمها الميوكوبوليساكرايد، والميوكوبوليساكرايد دي هنتكلم عليها في درس لوحدها. كده خدنا اول ديريفاتيفز، وده مشتق انا جبته عن طريق وضع ذره اكسجين، حولت الشوجر ده الى شوجر واسيد. طيب نخش تاني ديريفاتيفز عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الكحول. وزي ما احنا اتفقنا ان انا علشان اخلي الشوجر اسيد لازم اكون سي او او اتش، فبنفس الفكره
انا علشان احول الشوجر لالكحول لازم اخلي فيه او اتش، اي الكحول لما بيدوب بيديني مجموعات الاو اتش. طيب انا هحط عنده مجموعة الاو اتش ده ازاي؟ عن طريق الاختزال. يبقى انا عندي الشوجر الكحول دون بجيبه من خلال ايه؟ من خلال الريدكشن. فلما يجي يسألني مين من دول reduced derivatives، اختار حاجة من امثلة الالكحول اللي احنا هناخدها دلوقتي. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي انا بدأت الderivatives في الاول، ما لسه لغاية ما قلتش VIP في الderivatives، اخدنا يعني الاكسديشن ما قلتش فيها حاجة VIP قوي، لكن في الالكحول كل الامثلة VIP من هنا لبكرة. وعشان نبقى فاهمين VIP يعني مهمة جدا جدا جدا، بيجي عليها بجد كم رهيب من الاسئلة في الامتحان، فنركز سوا عشان هما بساط جدا بس حرفين كلهم مهمين. اول واحد عندنا الكحول عندنا اسمه جليسرول، بس مقطع اول يا جماعة اللي هو الاو ال ده في اي حاجة ده معناه ان هو الكحول، بس عشان نبقى ايه نفتكر كده. طيب بيقول هنا يا شباب ان انا عندي الجليسرول او الجليسرين، مين الشاطر اللي كان مركز اللي هيقول لي هو احنا خدنا الجليسرول ده فين قبل كده؟ فاكر لما كنت لسه بادئه معاك المونوساكرايد واخدنا ان ابسط مونوساكرايد كان ترايوز، يعني بتكون من 3 كربون، وخدنا ليهم مثالين اللي هما الجليسرالدهايد والداي هيدروكسي اسيتون، وقلت لك اهم حاجه في الاثنين دولت غير ان هما ابسط مونوساكرايد ان هما يستخدموا كبريكورسر. يعني ايه بريكورسر؟ يعني هما الحاجة اللي منها هصنع الجليسرول. يبقى انا افهم كده ان الجليسرول دون هيكون الكحول بيحتوي على 3 ذرات كربون، طبيعي ما هو اصلا جاي من شوجر محتوى على 3 ذرات كربون، تمام. وانا ضفت على احد الشوجر ده او اتش، يا اما ضفت على الكوليسترول دايت يا اما ضفت على الداي هيدروكسي اسيتون. الاثنين دول يا جماعه بجد 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 هي في الامتحان يجي يقول لك مين هو البريكورسر ويجيب لك واحد منهم، بس خلي بالك ان هو بيقول الكوليسترول دايت او الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، يعني انا قبل ما بضيف عليهم الاو اتش بيبقى معاهم فوسفيت، حاجه مش مهمه، المهم تعرف عندي ان هم دول البريكورسر. طيب سؤال تاني مهم هيجي يقول لي ايه فايدة الجليسرول او الجليسرين؟ بيتهيألي كل البنات عارفين الجليسرين، وممكن الولاد برضو عادي، الجليسرين ده زي مرطب بنحطه على الايد علشان ايه؟ ان هو يرطبها، وفي الشتاء لان الايد بتكون متقشرة ويعني اصلا تقشرها ده بيؤدي ساعات الى الم، فكنوع من انواع الترطيب احنا بنستخدم الجليسرين. يبقى الجليسرين ده اول حاجة بيستخدم ايه؟ كوزموتيكالي، حاجات فارماكو يعني حاجات تبع الفارما والادويه وكده، وحاجات كوزماتيك يعني تبع الايه التجميل وكده. طيب لكن الحاجه الاهم فيه اصلا ايه اللي بيخليه ان هو يرطب وكده؟ لان هو شويه بيخش في تكوين المواد الدهنيه، يبقى احنا نفتكر ان الجليسرين او الجليسرول ده بيستخدم في المرطبات، وبالتالي هو بيخش في تكوين المواد الدهنيه. الدهون عندنا بسميها ايه؟ تراي اسايل جليسرول. تراي اسايل جليسرول ده هو اللي بيخش في تكوين كل الليبيد بعد كده، وهتاخدوه ان شاء الله في مراجعه محاضرة الليبيد. يبقى بيخش في تكوين التراي اسايل جليسرول والفوسفوليبيد. اخر استخدام مهم عندي جدا جدا للجليسرول هو ان هو بيخش في حاجة اسمها الجليسرين نيتريت. هو ايه الجليسرين نيتريت ده؟ دي يا جماعة زي لزقة بتتحط كده على منطقة الصدر للناس مثلا اللي مثلا بيحصل لها جلطة في القلب او كده، ليه؟ لان هي بتمتص بسرعة جدا وتروح ان هي تعمل فازو دايليتيشن، توسع الاوعيه الدمويه. فلو واحد كميه الدم اللي رايحه على الهارت عنده قلت، بتلاقي الناس بيجروا يروحوا حاطين له زي لزقه كده على الصدر. ليه؟ لان اللزقه دي بتحتوي على جليسرين بيمتص، والجليسرين بيستخدم كفازو دايليتور. خلصنا اول الكحول واول واحد عندنا، وفي اسئله كتير جدا عرفنا البريكورسر بتاعه الجليسرالدهايد او الداي هيدروكسي اسيتون، عرفنا اهم 3 استخدامات، بيخش في تكوين الليبيد، هو بيستخدم ككوزموتيك، واهم حاجه ان هو بيستخدم كفازو دايليتور. نخش بعد كده على حوالي 5 امثله مهمين جدا 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 وبساط. طيب كل مثال من ده انا عايزه اعرف منه ايه؟ عايزه اعرف الالكحول ده جاي من مين، والالكحول ده اهميته ايه. يبقى احنا نعرف مصدر واستخدام، استخدام او اهميه. يعني اول واحد عندي بيقول السوربيتول، والسوربيتول ده جاي لك في الامتحان. طيب هيجي يقول لك السوربيتول ده جاي منين، تقول له يا اما يجي من الجلوكوز يا اما يجي من الفركتوز. انا مش عايزه اشغل بالكم
بالصيغه الكيميائيه ونشوفه يعني كل حاجه جت ازاي عشان ايه ما نضيعش وقت. لكن عايزك تحفظ معايا ان السوربيتول ده جاي يا اما من الجلوكوز يا اما جاي من الفركتوز. حلو، هو انا في مرض عندي بيزيد في الجلوكوز في الجسم في الدم؟ الدايابيتس، الانسان حتى بنقول دمه بيبقى مسكر ليه؟ لان الجلوكوز عالي في دمه. طيب الجلوكوز دون بيعلى في الدم شويه وبيبدا يحصل له عمليه اختزال. جلوكوز وحصل عليه عمليه اختزال يعني حطت عليه هيدروجينه، يبقى تحول لمين؟ للالكحول اللي هو السوربيتول. طيب السوربيتول ده بقى بيروح فين في جسمي؟ بيروح على العين ويتراكم فيها. اصلا يا جماعه لو عرفتوا ان احنا ان شاء الله لما تاخدوا رمض كده هتعرفوا ان تقريبا اغلب مكونات العين شفافه. ليه؟ عشان تسمح بمرور الضوء، يعني في ضوء بيمر من خلالها فما ينفعش تبقى حاجه معتمه. طب تخيل بقى ان انت عندك ماده راحت وترسبت في العين دي، هتعمل عتامه، وعتامه العين او اللي انا بسميها الميه البيضة حاجه اسمها الكاتاركت. يبقى ركز معايا اهميه السوربيتول ان هو بيجي من الجلوكوز او الفركتوز. معلش، السوربيتول بيجي من الجلوكوز والفركتوز، واهميته ان هو بيحصل له ايه؟ ان السوربيتول ده بيروح ويحصل له اكيوموليشن، يتراكم في الاوكيولار لينس في عدسه العين. عند الناس الطبيعيه لا، هو مش موجود اصلا عند الناس الطبيعيه بكميه كبيره، لكن عند الناس الدايابيتك لان الجلوكوز بيبقى عالي في دمهم وتراكمه ده بيؤدي الى الكاتاركت او حاجه بسميها عتامه العدسه اللينسوباستي. دي اول حاجه. طيب سيبك من النيتول دلوقتي، انا عايز اخد الجلاكتيكول لانه مهم. الجلاكتيكول دون جاي منين؟ جاي من اسمه جلاكتيكول، يبقى جاي من الجلاكتوز. والجلاكتيكول دون هو ابن عم السوربيتول. ليه ابن عمه؟ علشان هو برضو بيحب العين موت، فيروح يتراكم في العين ويعمل لي كاتركت. بس ده في عيان الدايبيتس؟ لا، مش في عيان الدايبيتس. انا بقول لك هنا جاي لي من سكر اسمه جلاكتوز. يبقى امتى لما بيتراكم؟ امتى؟ لما الجلاكتوز ده هو اللي يزيد في الدم في مرض اسمه جلاكتوزيم. يبقى اعرف مين الاثنين اللي بيعملوا كاتركت وجاي وكل واحد فيهم جاي منين، مهم جدا. طيب تعالى بقى نخش، احنا كده خدنا اتنين الكحول بيعملوا عندي مشكلة. تعالى ما اقولك الكحول بقى بيستخدم في حل مشكلة الا وهو المانيتول. المانيتول ده طبعا مشهور جدا، هتاخده يعني كدواء لحاجات كتير قوي. ليه؟ اول حاجة نعرفه جاي منين. المانيتول ده جاي من المنوز من اسمه او من الفركتوز. يبقى انت كده عرفت ان الفركتوز عندي بيديني اتنين الكحول، يا اما يديني سوربيتول يا اما يديني مانيتول. يقعد بقى يلعب لك في الحته دي يقول لك الفركتوز بيديني مين ومين، يجي يقول لك المانيتول جاي من مين، انت حافظ وايه وفاكر. طيب عندنا يبقى المانيتول جاي من المانوز او الفركتوز. طيب ايه اهميه المانيتول ده؟ المانيتول ده ماده ليها اوزموتيك بريشر عالي، يعني ماده كده سميكه قادره على انها تسحب الماء. فانا لو في اعضاء في جسمي زاد كمية المية اللي فيها وزاد الضغط اللي فيها، بعمل ايه؟ بروح انا حط حاجة في الدم ليها قدرة على سحب المية لان ليها اوزموتيك بريشر عالي، فتروح سحب المية دي من الاعضاء وماشية فاشية في الدم موديها على الكني وخارجة بره تاني. يبقى انا عندي اهمية المانيتول ده ان هو له القدرة على سحب المية. ليه؟ لانه ليه اوزموتيك بريشر او بريشر عالي، يعني مش هو بيعمل اوزموتيك بريشر. المهم يعني بيروح شافط المية من الأجزاء اللي زايد فيها الضغط قوي ويمشيها في الدم، من الدم على الكلية ومن الكلية لبرا الجسم. طيب أنا إيه هي أهم الأجزاء اللي بتحتوي على مية واللي بيرتفع فيها الضغط؟ لازم جزء يكون بيحتوي على مية ومغلق، اللي هو موجود في مكانين، يا إما في الجمجمة في السائل اللي هو حوالين اللي هو بنسميه CSF، تمام، اللي هو لو مش فاكره هو صراحه الاختصار ايه، بس اللي هو CSF. المهم يعني ان السائل ده لما بيزيد جوه الجمجمه عندي سائل زاد وهو حاجه مغلقه، يبقى انا لازم ابدا اسحبه ازاي؟ ادي مانيتول. طيب ايه كمان مكان مغلق؟ اللي هو العين. يبقى اثناء ارتفاع ضغط العين، وده مرض بنسميه الجلوكوم. يبقى انا عندي يبقى عندنا بيجي من المانوز والفركتوز، وده حاجه بتستخدم ك اوزموتيك دايوريتكس، بيعمل ضغط اوزموزي عالي فيسحب المية ويخرجها عن طريق الكدني في حالة علشان يعمل ريديوس، يقلل الانتراكرينيال بريشر او انتراكرينيال تنشر الضغط اللي جوه الدماغ لو كان في مثلا سبب زيادته برين تيومر او هكذا، او لو كان الاوكيولار بريشر اللي هو ضغط العين، وضغط العين بيزيد في مرض اسمه الجلوكوما. طيب احنا خلصنا اول ثلاثة، فاضل لنا اخر اثنين، والاخر اثنين لا يقل اهمية عن الثلاثة اللي اخدناهم قبل كده، اللي هو حاجة اسمها
الرايبيتول والزيليتول. طيب الرايبيتول من اسمه جاي منين؟ من الرايبوز. والرايبيتول دون بيخش في تكوين فيتامين مهم جدا في جسمي اللي هو فيتامين بي 2. هي يقول لك الرايبيتول ده بيخش في مين مثلا؟ فيتامين بي 2، فيتامين بي 12، فيتامين بي 3. لا انت تقول فيتامين بي 2 او الاسم التاني ليه اللي هو الرايبوفلافين. طيب السؤال بقى اللي جه في الامتحان، شوف ساب لك كل الحاجات المهمه دي وجاي قال لك الزيليتول ده بيجي منين؟ من الزيلوز. طيب والزيليتول دون بيستخدم في ايه؟ بيستخدم كارتيفيشال سويتر، يعني ماده يعني ماده صناعيه بتدي طعم السكر. كده احنا خلصنا. لا فاضل واحده في فاضل اخر واحد في الكحول، بس دون بسيط، حاجه اسمها الانيزيتول. هيجي يقول لك الانيزيتول ده هيجي الاسم التاني ليه، هيقول لك مين هو المصل شوجر. المصل شوجر هو الانيزيتول. تمام. تاني حاجه تعرفها ان الانيزيتول دون بيبقى موجود في النباتات في شكل حاجة اسمها الفايتيك أسيد أو الفايتيك أسيد. طيب مين الفايتيك أسيد ده؟ بص يا عم، انت دلوقتي لما احنا بنروح شاربين واكلين وعلى طول نروح قايلين عايزين ايه؟ عايزين نحبس بشاي. بيروح على طول الناس اول ما يأكلوا يروحوا شاربين شاي. ليه بقى؟ دي عادة غلط جدا. طيب ليه دي عادة غلط؟ لان انا عندي النباتات دي او الشاي كنبات بيحتوي على الانيزيتول. الانيزيتول دوت بسميه بيبقى موجود في صورة الفايتيك اسيد. الفايتيك اسيد ده بيروح بقى يتحد مع كل المعادن المغذية اللي كانت في الاكل اللي انا اكلته، زي الكالسيوم المغنيسيوم اللي هو الحديد وهكذا، وتكون املاح ما بتمتصش، وبالتالي هو كده منع امتصاص املاح مهمة في الجسم. بكده يا شباب هنكون خلصنا جزء كبير، اللي هو خلصنا الاثنين من الدريفيتيفز، اللي كان واحد عن طريق الاكسديشن والتاني عن طريق الريدكشن. بعد كده هيديني نوع من انواع الدريفيتيفز، بس احفظهم اسماء يعني عشان لو جي لي مثلا يقول لي انهي من دون النوع ده ابقى عارفه اللي هو اسمه ايه. الامينو شوجر، ايه الامينو شوجر ده؟ من اسمه ده سكر ضفت عليه مجموعه امين اللي هي ال NH2. يسميها مثلا لو هو جلوكوز وحطيت عليه مجموعه امين هيبقى اسمه جلوكوز امين، لو جلاكتوز وحطيت عليه مجموعه امين جلاكتوز امين، لو هو منوز وحطيت عليه مجموعه امين منوز امين. كلها حاجات بسيطه. طيب جه قال لك بقى انا ممكن اجيب الامين شوجر اللي انا لسه حاطاه ده، تمام، واضيف عليه اسيد. مش بقول اسيدك شوجر، لا اضيف عليه اسيد عادي. طيب فيكون لي مركب ثلاث خالص. يبقى انا جبت الامينو شوجر ده وضفت عليه اسيد. وهنا الاسماء مهمه جدا جدا لانها بتيجي في الام سي كيو كتير. يجي يقول لك هو مين النيورامينيك اسيد ومين هو السايليك اسيد، مين بقى الاسمين اللي احنا قلناهم ده؟ قال لك النيورامينيك اسيد ده عباره عن منوزاماين. منوزاماين ده اللي هو كان منوز وضفت عليه مجموعه امين، فانا كده كونت امينو شوجر وضفت عليه، رحت ضايف عليه اسيد اسمه البيروفيك اسيد، فده اداني نيورامينيك اسيد. يبقى النيورامينيك اسيد هو منوزاماين مع بيروفيك اسيد. طيب افترض ان انا جبت النيورامينيك اسيد ده ورحت ضايف عليه اسيتك اسيد هيبقى اسمه سايليك اسيد. يعني ايه جبت النيورامين اللي هو جبت المنوزاماين والبيروفيك اسيد ورحت ضايف عليهم اسيتك اسيد؟ هيديني السايليك اسيد او الاسم التاني ليه اللي هو مين؟ اللي هو نانو. هتلاقيه مكتوب عندكم هنا فين اهو. لا هو مش كاتبين الاختصار، بس تبقى عارفين ان هو اختصار انانا اللي هو الان اسيتايل نيورامينيك اسيد. طيب ايه بقى اهميه الامينو شوجر اسيد دي؟ بصوا يا شباب المعلومه دي مهمه جدا. ليه؟ علشان هي لسه محطوطه جديده، وادام هي لسه محطوطه جديده يبقى هي عليها سؤال في الامتحان، بس خلينا نجيب صوره علشان نفهمها. بصوا يا شباب ده عندنا ايه؟ دي عندنا دي عضيات موجودة في الخلية، يعني أجزاء كده موجودة في الخلية اسمها اللايزوزوم. طبعا احنا عارفين ان اللايزوزوم دي هي الحاجات اللي موجودة جوه الخلية اللي هي مسؤولة انها تاكل وتكسر الحاجات اللي الخلية مش عايزاها. بتيجي كده الخلية عملت مثلا ميتابوليزم، عملت عملية نتج عنها منتجات مش عايزاها، رمتها، تيجي اللايزوزوم دي تنضف فراغ. تمام. فاللايزوزوم دي ساعات تروح بلع عليه بيت كده دهون وتبدا تكسرها، ينتج من تكسيرها اللي احنا لسه متفقين عليه اسمه نانا او اسمه السايليك اسيد. طيب السايليك اسيد ده لازم اتخلص منه، ما ينفعش يفضل جوه اللايزوزوم كده. ف
يتخلص منه من خلال ريسبتور موجودة على الليزوزوم ده، وان اسمه السيالين ترانسبورتر، يمسك السيالك اسيد ويطرده بره الليزوزوم كده، خلاص انا اتخلصت منه والخلية ايه تروح رميها بره خالص. ساعات بقى بعض الامراض السيالين ده ما بيبقاش موجود. طيب السيالين ده ما بيبقاش موجود، انا اتصرف ازاي؟ مش عارف، السيالك اسيد هيفضل يتراكم يتراكم جوه الليزوزوم، ده هينتج عنه مرض، هيأثر بشكل اساسي على السنترال نيرفس سيستم. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. بيقول عندي هنا ان انا عندي حاجه اسمها سايليك اسيد، سايليك اسيد ستورج ديزيز، مشكله في تخزين السايليك اسيد، وده بيقول لي ان المرض ده اول حاجه رير، تاني حاجه ان المرض ده بيكون وراثي، بينتج نتيجه مشكله في اللايزوزوم ستورج ديس اوردر، تمام، مشكله في التخزين جوه اللايزوزوم بيأثر بشكل اساسي على السنترال نيرفس سيستم. الباقي ده هو كل اللي بيقوله هو الميكانيزم. طيب الدي اوكسي شوجر احنا خدناه قبل كده اللي هو الريبوز، لما اشيل منه اكسجين في الدي دي اوكسي ريبوز اللي بيخش في تكوين الدي ان ايه. واخر جزء عندنا قبل ما نكون خلصنا اول حزمه عندنا من الدراسه وناخد بعدها لست ان شاء الله، اللي هو مين؟ اللي هو الجلايكوزايتس. ايه الجلايكوزايتس دي؟ ودي اخر في اي بي عندنا في اول درس في الكربوهيدرات. الجلايكوزايتس دي يا شباب هي عباره عن كربوهيدرات وبمسكها مع حاجة تانية، يا إما بمسكها مع كربوهيدرات زيها يا إما بمسكها مع مواد تانية. فبيقول عندي هنا إن bounding of one monosaccharide، جبت monosaccharide الكربوهيدرات من خلال مين؟ من خلال OH group اللي موجودة في الأنوميريك كربون أتوم. مين الأنوميريك كربون أتوم ده؟ ده اسم تاني للأكتف جروب، بيبقى الأنوميريك كربون أتوم هو الأكتف جروب. فهتمسك مع مولوكيول تاني، يتمسك من معاه مع بالاو اتش او الامينو جروب. يعني ايه؟ انا عندي ادي الاو اتش بتاعه الكربوهيدرات الاساسيه اللي عندي، يا اما مسكتها مع او اتش بتاعه كربوهيدرات تانية، يا اما مع امين جروب بتاعه حاجه غير الكربوهيدرات، بس كده. طيب تعالوا اما نقرا الكلام اللي بعد كده. بيقول لي ان الرابطه اللي بتتكون بسميها الجلايكوسيتيك بوند، اللي هي رابطه ما بين كربوهيدرات وحاجه تانية، أو يعني لو كانت ما بين الرابطه دي اتكونت ما بين اتنين كربوهيدرات هسميها كربوهيدرات جلايكوسيتيك بوند. ليه؟ لانها ما بين اتنين كربوهيدرات. طيب ما بين كربوهيدرات ومثلا بروتين زي الجلايكو بروتين، جلايكو يعني كربوهيدرات، ورحت ممسكه مع بروتين، يبقى هسميها النون كربوهيدرات كومبوننت او الاجلايكون. ا يعني مش ماسكه مع كربوهيدرات، جلايكون يعني كربوهيدرات، يعني هي مش بس مع كربوهيدرات. طيب انا حاسه ان انتوا اتلخبطتوا، فتعالوا نشوف الامثله كده عشان هو الجدول ده اهم حاجه وهنكون خلصنا، بس ايه تعالوا نشوف الامثله عشان نفهم. بيقول عندي لو انا مثلا جبت مونوساكرايد، ادي اول مونوساكرايد هنرمز له بال سي اتش او 1، مونوساكرايد الاولاني سي اتش او يعني كربوهيدرات. طيب ومسكته مع مونوساكرايد تاني سي اتش او 2، يبقى انا عندي 2 مونوساكرايد مسكوا مع بعض بجلايكوزيتيك بوند. احنا خدنا الكلام ده قبل كده، خدناه فين؟ في الاول لما كنا بنتعرف. 2 مسكوا مع بعض يبقى ده اسمه داي ساكرايد. طب افترض انا جبت كتير قوي، رحت ضايف عليه كمان واحد، يبقى سي اتش او 3، وصلت مثلا لغايه سي اتش او 10 ولا حتى 13، يبقى مسكت 13 واحد مع بعض، بس كلهم في الاول وفي الاخر كربوهيدرات، يبقى ده هيديني بولي ساكرايد. ودي نوع الجلايكوزايتس عندنا، ده نوع كربوهيدرات لانه كلهم كربوهيدرات. طيب تعالى ما نشوف النون كربوهيدرات دي معناها ايه. انا جبت سي اتش او 1 بس لما مسكته ما مسكتوش مع كربوهيدرات تانية، زي مسكته مثلا مع بروتين راح اداني حاجه اسمها ايه؟ جلايكو. واحنا اتفقنا جلايكو معناها كربوهيدرات، جلايكو بروتين. والله مسكته مع ليبيد راح اداني حاجه اسمها جلايكو ليبيد. طيب ايه اهم امثله عندي في النان كربوهيدرات جلايكوزايتس دي؟ امثله مهمه جدا ان انا امسك الكربوهيدرات عندي في سترويدز، والسترويدز دي حاجه شبه الدهون. طيب مثالين عندي اللي هو الديجوكسين، يبقى الديجوكسين ده عباره عن ايه؟ سترويد جلايكوزايتس. اللي بيخش في تكوين الديجوكسين ثلاث مكونات، هيجوا صدقوني يا جماعه السؤال ده في الامتحان، بيتكون من ايه؟ من جلاكتوز زيلوز، ده الاثنين
ثانيه، دول كده الاثنين عندنا مين السكر اللي عندنا وماسكين في الاسترويد. طيب ليه الدايجوكسين دون مهم؟ لان الدايجوكسين دون بيخش في تكوين الديجيتاليس، ودون دواء بيستخدم في الهارت فيلير، ودواء تاني دواء سكر هنعرفه دلوقتي اسمه الفلوريزين. يبقى الاثنين عندي دول امثله مهمه جدا للاسترويد جلايكوزايدز. اخر مثال عندي ان انا ممكن امسك الكربوهيدرات في ايه كمان؟ في قاعده فوسفاتيه. مش احنا كنا بنقول ان انا بمسك الكربوهيدرات في قاعده فوسفاتيه عشان نكون الدي ان ايه؟ فمثلا الريبوز عندي ده سكر وادينين، ده قاعده فوسفاتيه بيستخدم في تكوين الادينوسين. الادينوسين دي ممكن اكون منها بقى مثلا ار ان اي، اكون منها اي تي بي، حاجات تانية مهم يعني ان انا ايه بمسكهم في قاعده نيتروجينيه. بس اهم مثال عندي هو الاسترويد جلايكوزايدز اللي هما الديجوكسين والفلوريزين. زي ما اتفقنا الديجوكسين ده مستخدم في الهارت فيلير والكاردييك اريزميا. كاردييك اريزميا يعني عدم انتظام ضربات القلب. طيب الفلوريزين ده بقى بيستخدم في الناس الدايبيتك. ليه بيستخدم في الناس الدايبيتك؟ علشان الناس الدايبيتك زي ما اتفقنا ان بيبقى عندهم جلوكوز كتير في جسم. طيب هو بيعمل ايه؟ بيروح على الانتستين اللي هي الامعاء ويمنع امتصاص الجلوكوز من الامعاء طيب ازاي؟ انا عندي الجلوكوز هو موجود جوه الامعاء، علشان يمتص ويروح للدم بيكون معتمد على بوابة بتحتاج الصوديوم. هو بقى بيروح يبوظ البوابة اللي معتمدة على الصوديوم ده، فبيقول لك ان هو بيبلوك الصوديوم ديبندنت اكتيف جلوكوز ترانسبورت. يعني ايه؟ بيقفل الناقل الترانسبورت اللي بين الجلوكوز واللي يكون معتمد على السكر. بكده يا شباب احنا خلصنا مراجعة اول جزء وتقريبا اكبر جزء، ويا رب تكونوا فهمتوه. عايزة اشوف سؤالين صغيرين قوي عليه. السؤال الاول بيقول عندي The true statement about monosaccharide derivatives، انهي جملة من دي صح فيما يخص المشتقات بتاعة المونوساكاريد؟ جلوكونيك أسيد. مين الجلوكونيك أسيد ده؟ الجلوكونيك أسيد ده كان واحد من الأكسيدايز ديرفاتيفز اللي أنا كنت بضيف فيه ذرة الأكسجين على الأكتف جروب. فيقولي جلوكونيك أسيد is produced by the oxidation of last carbon of glucose. لأ ده الجلوكونيك ده كان كنت بضيف على أول واحدة، اخر واحده كان بيديني جلوكويورينيك اسيد. يبقى الجمله دي غلط، يبقى مش ده الاختيار. يقول لي السوربيتول. السوربيتول دون انهي؟ مش ده كان بتاع الكاتركت اللي كان بيعلى في ناس دايبيتس؟ السوربيتول ده والله كان جاي لي اما من جلوكوز يا اما من فركتوز. طب بيقول لي هنا السوربيتول از الكحول. هو فعلا الكحول، فورم اوف جلوكوز اند فركتوز. الجمله دي صح، هو فعلا الكحول وبيجي من الريدكشن بتاع الجلوكوز او الفركتوز. طب نكمل برضو يمكن احنا مش واخدين بالنا من حاجه. يقول لي المانيتول. المانيتول اخره قول، يبقى ده الكحول. والمانيتول دون كان بيستخدم كاوزموتيك دايوريتيك، بيخرج عندي الميه من جسمي فبيقلل الضغط. فمي كوز اوف جلوكوما. شوف انت تعرف ان المانيتول ده تبع الجلوكوما في حاجه، بس هو مش بيكوز يا جماعه، ده بيعالجها. والجلوكوما ده كان ارتفاع ضغط العين، هو بقى كان بيسحب المية اللي في العين. اخر سؤال عندي بيقول لي ان الزيليتول، اهو انت تنسى مين بقى الزيليتول ده، لكن الالكحول اللي بيجي من الزيلوليوز كان بيستخدم كارتيفيشال سويتر. از ان ارتيفيشال سويتر صح، بس درايفد فروم جلوكوز غلط. يبقى دايما نقرا الاجابه الاخر، هو جاي من الزيلوز. طيب ده كده ايه اول حاجه. طيب تاني سؤال عندنا وتشوف the following is an amino sugar. شفت يبقى amino sugar، انا كده غلطت. اقرأ الايه السؤال الاخر، amino sugar acid. يبقى الامثلة مهمة جدا تحفظها عشان هيجي يسألك مين ده من انهي نوع من انواع الدرفتس. يبقى لو قال لي amino sugar تفرق، انا قال لي amino sugar acid تعلم ما نقرأ glucosamine. لا ده glucosamine amino sugar بس ما ضفتش عليه acid. الرايبوتول احنا قلنا اي حاجة اخرها قول تبقى الكحول. نيورامينيك acid الاسم ده انا مش فاكره، خليه شوية كده. الدايجوكسين. الدايجوكسين ده لا، ده احنا كنا مأكدين عليه في الاسترويد جلايكوزويتس، وده كان استرويد ماسك في الايه في الكربوهيدرات، لا ملوش علاقة. يبقى هو النيورامينيك اسيد، والنيورامينيك اسيد ده كان منوزاماين مع البيروفيك اسيد. وكده يا شباب احنا خلصنا اكبر جزء. هناخد اول ريست، وبجد شابوه جدا للناس اللي كملوا لغاية هنا وما خدوش ريست، وهناخد ربع ساعة كده ونيجي نكمل بقية المحاضرة ان شاء الله. يا شباب هنكمل المقطع التاني من المراجعة. احنا اتفقنا ان المراجعة عندنا تقسمها 3 مقاطع. المقطع الاول كان فيه عن المونوساكرايد والمونوساكرايد ديريفاتيفز. المقطع التاني ان شاء الله هنتكلم فيه عن الدايساكرايد والبوليساكرايد. طيب واحدة واحدة.
ويلا بينا نبتدي. بيقول لي اول حاجه هو في الدايساكرايد، بيقول اول حاجه في الدايساكرايد هو عباره عن ايه؟ بيقول لي هو عباره عن اتنين مونوساكرايد. ايوه ما احنا اتفقنا ان داي معناها اتنين، هما اتنين مونوساكرايد ماسكين مع بعض واسطه ايه؟ جلايكوسيتيك بون. طيب احنا هناخد كام مثال على الدايساكرايد؟ احنا هناخد 6 امثله، 4 هنا واتنين في اللي هو الايه الصفحه الجايه. طيب ايه هما الاربعه اللي هنا اللي عايزين نعرفهم؟ سكر اسمه السكروز، سكر اسمه اللاكتوز، سكر اسمه المالتوز، سكر اسمه الايزومالتوز، وطبعا ادم هو اسمه ايزومالتوز. يبقى هو في حاجه شبه المالتوز، عشان كلمه ايزو معناها شبه، بس هو مش مالتوز، لانه لو مالتوز كنا سميناه مالتوز. يبقى هو هلاقيه شبه المالتوز في حاجه ومختلف عنه في حاجه. دولت الاربعه اللي هنا. طيب والاثنين التانيين اللي احنا عايزين ناخدهم حاجه اسمها السيلوبيوز، واسمه سيلوبيوز مش سيليوز. طيب ناخد بالنا ان في حاجه اسمها سيلوبيوز ودون سكر ثنائي. واخر حاجه هنتكلم عنها اللي هي اللاكتيولوز، واللاكتيولوز ده لو احنا خدنا بالنا اسمه شبه اللاكتوز، يبقى هو اكيد شبهه في حاجه. طيب واحده واحده خلينا نشوف احنا عايزين نعرف ايه عن كل واحد من السكريات الثنائيه دي. تعالوا نبدا باول واحده عندنا اللي هو سكر السكروز. بصوا يا شباب، سكر السكروز ده انا عن نفسي بسميه السكر المميز. ليه؟ لان احنا هناخد فيه حاجات مميزه كتير جدا جدا جدا، ولازم ما ننساهاش وتكون موضع اسئله. طيب اول حاجه عايزين نتكلم بخصوصها في الكربوهيدرات دي، هو الاسم التاني ليها زي ما اتفقنا. هما شافوا ان الاسماء عندكم قليله شويه، فقال لك لا كل حاجه تحفظ منها اسم تاني، واحنا هنجيب لك الاسم التاني ده في الامتحان. طيب فتعالى واحده واحده نشوف. اول حاجه بالنسبه للسكروز، وزي ما اتفقنا ان هو السكر المميز، اول حاجه بتظهر من اسمه التاني. ليه؟ لان السكروز ده هو اسمه الكان شوجر. الكان شوجر اللي هو سكر القصب، اللي هو السكر الموجود في القصب. طبعا وجود السكر ده في القصب اصلا بتخليه حاجه مميزه. عارف انت في عز الجو والحر دون، وانت رايح مشوار وتعبان، وبعدين عديت على محل قصب كده شربت كوبايه عصير ساقعه روقت عليك، هو ده اصلا شيء يخليه مميز لوحده. يبقى دي اول حاجه مميزه في السكروز، ان هو موجود في القصب، فانا بسميه الكان شوجر. بيقول لك او اسمه البيت شوجر اللي هو البنجر مش مهم، والاسم الاهم على الاطلاق اللي هو التيبل شوجر، سكر المائده، لان السكروز ده هو السكر الموجود في بيوتنا واللي احنا بنستخدمه. طيب اللاكتوز الاسم التاني ليه اسمه ايه؟ اسمه الميلك شوجر. واحنا خدنا الميلك شوجر ده قبل كده، اخدناه في مين؟ برافو، في الجلاكتوز. يبقى انا استنتج كده ان ايه؟ ان اكيد الجلاكتوز هيخش في تكوينه اللاكتوز، معلش هيخش في تكوينه الجلاكتوز. طيب بعد كده عندنا بيقول لي المالتوز، المالتوز دون هو المالت شوجر اللي هو مين؟ سكر الشاي. والايزومالتوز قال لك يعني ملهوش اسم تاني الحمد لله. طيب جينا بعد كده يقول لك السكر، السكريات دي انا اصلا بحصل عليها منين؟ فبيقول السورس مش مهم قوي، هو فيه مهم في نقطه واحده هنتكلم عنها، بس تعالى نقرا. بيقول لي والله السكروز ده بتجيبه من الحاجات اللي انت قلت لي اسمائهم، زي اللي هو ايه، بتجيبه من القصب، من البيت اللي هو البنجر، موجود بقى في فواكه، في حاجات تانية ما علينا مش مهم قوي. قال لك طيب بالنسبه لللاكتوز، قال لك اللاكتوز ده بيكون موجود في الملك، مش ما هو اسمه الملك شوجر. طيب بالنسبه للملتوز، اهو الملتوز ده هو اللي يهمني. ليه هو اللي يهمني؟ بعيدا عن ان هو موجود في الشعير، بس اصلا المكان الاساسي اللي انا بجيب منه سكر الملتوز هو عباره عن نواتج لتكسير سكريات معقده، سكريات اكبر منه، ده داي سكرايد. فهو بيجي بقى من تكسير البولي سكرايد والاوليكوساكرايد. طيب مين اللي هي المواد اللي اكبر منه اللي بكسرها؟ اللي هو الستارش والجلايكوجين. طيب دي سكريات معقده وهنتكلم عليهم بالتفصيل، باخدهم فبكسرهم، بكسرهم بواسطه انزيم اسمه ايه؟ اسمه انزيم الاميليز. طيب انت موجود فين يا انزيم الاميليز؟ قال لك انا ببقى موجود في اللعاب، في السليفري، وفي البنكرياس. يبقى انا لما اخد اكلي فيه ستارش، فيه جلايكوجين، يمشي في البق فيفرز عليه اللعاب اللي هو السليفري، يروح في الامعاء فيجيله البنكرياتيك جوس، العصير البنكرياسي، فيبدا يهضم الستارش والجلايكوجين ويحولهم لايه؟ لسكر احنا سميناه ايه؟ سميناه المالتوز. طيب بالنسبه للايزومالتوز اللي احنا اتفقنا ان هو شبه المالتوز في حاجه ومختلف عنه في حاجه، هو شبهه في ايه؟ شبهه في المصدر بتاعه، اللي هو برضو اثناء ما انا بكسر الجلايكوجين والستارش وسط الاميليز هيطلع لي من نواتج التكسير مالتوز وايزومالتوز. طيب جه بعد كده قال لي ايه؟
قال لي هو مين في السكر ده بيكون مسكر ومين ما بيبقاش مسكر. هي دي بوينت مهمة، دي بوينت مهمة في سكر اللاكتوز جدا. ليه دي حاجة مهمة في سكر اللاكتوز؟ بص يا شباب، بيقول لك ان سكر اللاكتوز ده نوت سو سويت، ما بيبقاش مسكر قوي. ليه؟ اللاكتوز هو السكر اللي بيبقى موجود في اللبن، واللبن ده هو غذاء الطفل الاساسي، وبالتالي السكر ده لو كان مسكر قوي كان يعني هيجزع نفسه، او يعني هيسد نفسه بسرعة، فبالتالي هو مش هياخد قدر كبير من اللبن ومش هيتغذى كويس، وبالتالي اللاكتوز هو السكر الوحيد اللي ما بيبقاش مسكر قوي. لكن غير كده مثلا السكر الموجود في القصب اكيد هيكون مسكر. طيب سكر الشعير برضو بيكون مسكر، بس اللي يهمنا مين؟ اللي يهمنا قوي اللي هو اللاكتوز. يبقى احنا اتكلمنا لغاية دلوقتي عن اربع امثلة وعرفنا فيهم الاسم التاني ومصدرهم وهما سويت ولا لا. طيب في بقى هنا نقطتين مهمين جدا 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 طبعا، ودي اول VIP معانا في الدايسكرايد. ايه هما النقطتين دولت؟ مش انا قلت يا شباب ان الدايسكرايد ده عبارة عن اتنين مونوسكرايد؟ طب ما انت لازم تقولي مين هما المونوسكرايد اللي داخلين في التكوين. لما تقولي ان حاجه بتتكون من اتنين، ايوه ايه بقى الاتنين اللي داخلين في تكوينه؟ يبقى احنا هنعرف مكونات كل واحد منهم، طيب اللي هي تحت عنوان البرودكت اوف هيدروليسيس، لانك لو كسرت حاجه هتاخد الحاجات يعني هينتج عنها الحاجات اللي بتخش في التكوين. تاني حاجه، مش انت قلتيني ان المكونين دول مرتبطين مع بعض برابطه؟ يبقى انت لازم تقولي نوع الرابطه ما بينهم. وعشان نتكلم مع على نوع الرابطه عايزين نركز مع بعض شويه. في صور عندنا بتبين نوع الرابطه والسايكل وكده، بس اصلا احنا لو بصينا فيها هنتلخبط، وفي الاول في اخر نوع الرابطه ده بيتحفظ، فاحنا عايزين نفهم بس على السريع، وبعدين ايه الحاجات الباقيه معتمده على الحفظ. طيب ركزوا معايا يا شباب. اول حاجه انا هجيب لي مونوساكرايد وهيبقى مرسوم على شكل حلقه. احنا هنعتبر ان دي حلقه. طيب مثلا نتخيل ان دون جلوكوز، طيب وهجيب لي مونوساكرايد تاني برضو بيخليهم على شكل حلقه عشان يعرف يكون بينهم الربط. هنتخيل ان ده جالاكتوز، تمام الى اخره. بيقول لي هنا بيبدأ لما يحول السكر الى شكل حلقة ان هو يرتب ذرات اللي كانت موجودة فيه بترتيب معين. فاحنا هنتخيل ان هنا هي ذرة الكربون رقم واحد لدى الجلوكوز، وبعدين ايه هنرص الستة اللي باقيين ما يهمنيش. طيب وهنتخيل ان هنا برضو ذرة الكربون رقم الواحد بتاعت الجلاكتوز، وهنرص الباقيين لغاية ما نوصل اللي عندي هنا، فهتبقى سي اربعة مثلا. واحدة بقى واحدة واحدة وركز معي. انا اصلا الرابطه عندي بتتكون ازاي؟ الرابطه عندي بتتكون ان في واحد بيضحي ويروح جاي من عند الاكتف جروب بتاعته، ومكون رابطه هيدروجينيه هو بيتخلى عن هيدروجين وهكذا. المهم يعني ان هو من خلال الذره الموجوده في الاكتف جروب بتاعته يروح يرتبط بالسكر التاني. طيب وعايزه الشطار يركزوا معايا ويبدا يقول هو الجلوكوز. لو انا تخيلت ان الرابطه اتكونت ما بين سي واحد في الجلوكوز وسي أربعة في الجلاكتوز، من بيهم من منهم شارك بالأكتف جروب بتاعته؟ تعالوا نفتكر سوا، مش الاتنين دول أضهيد، وبالتالي الأكتف جروب بتاعتهم موجودة في الكربونة الأولى. يبقى اللي مشارك عندي هنا هو اللي مشارك بسي واحد اللي هو مين؟ اللي هو الجلوكوز. طيب إكراما للجلوكوز عشان هو شارك بالأكتف جروب بتاعته، هبدأ أسمي الرابطة من عنده. يعني إيه؟ يعني هقول إن الرابطة دي واحد لأنها بادئة من عند الكربونة الأكتف اللي هي واحد عند الجلوكوز، ورايحة تربط مع أربعة يبقى اسمها واحد وأربعة. طيب اسمها بقى جلوكوزيتك بوند ولا جالاكتوزيتك بوند؟ لا، ده الجلوكوز هو اللي مديني اسمها جلوكوزيتك بوند. يبقى احنا كده عرفنا احنا بنسمي الرابطة ازاي، بنشوف مين الشخص الكريم اللي اداني الرابطه بتاعته، فابدأ اسمي من عنده. طيب يا اما هتكون واحد، الاختيار التاني على طول ان هي تكون اتنين. لو انا عندي الشخص هو اللي اتبرع كان تبع عيله الكيتون، فالاكت جروب هتبقى في اتنين. المهم يبقى احنا على طول الرقم اللي عندنا الاولاني يبقى واحد يا اتنين، على حسب ده كيتون ولا الديهيد. طيب هنا الديهيد فهتبقى واحد، وبعدين هو ربط مع ذره كربون الكام في السكر التاني؟ اربعه. طيب هيبقى اسم الرابطه ايه؟ جلوكو ولا جلاكتو؟ لا، على حسب مين اللي مشارك بالاكتف جروب اللي هو هنا جلوكو. اخر حاجه هنشوفها في اسم الرابطه وهي حاجه اسمها بيتا
وألف. وصدقوني يا شباب يعني ده والله كلام ناس كانت قاعدة فاضية شوية، بيقول لي لو الاو اتش جروب اللي كانت في الاكتف جروب هنا كانت ناحية فوق فده اسمها بيتا قبل ما يتكون الرابطة. في او اتش بتبقى متكونة برصة معينة، لو هي كانت ناحية فوق ده اسمه بيتا، لو كانت ناحية تحت يبقى ده اسمه الفا. بس مش مهم تعرف يعني ايه بيتا والفا، انت هتشوفها في الامثلة، بس لازم تعرف الرابطة اللي متكونة بيتا او الالفا تبقى حافظها. طيب يبقى تاني يا شباب سريع كده عشان ما نطولش في الحته دي لانها مش مهمه قوي نفهمها، بس المهم ان احنا نحفظ اسماء الروابط. احنا بنسمي الرابطه على حسب مين؟ على حسب اللي شارك بالاكتف جروب بتاعته. بنسميها مثلا 1 و4 جلوكوزات البوند وهكذا، الفا ولا بيتا على حسب الاو اتش كانت مرتبطه فوق ولا تحت. اخر معلومه عايزين نعرفها، لو احنا رجعنا الرسمه اللي فاتت اللي احنا كنا رسمينها، هنا هنا جلوكوز ومشارك بالسي 1 بتاعته، وهنا جالاكتوز ومشارك بالسي 4 بتاعته، وجيت سالت سؤال شطار هما اللي عرفوا يجاوبوا عليه، هو ده يعتبر ريديوسينج شوجر ولا مش ريديوسينج شوجر؟ نفتكر الاول اصلا يعني ايه ريديوسينج شوجر. ريديوسينج شوجر ده شوجر بيعرف يعمل ريدكشن نتيجه ان هو بيحتوي على فري اكتف جروب. طيب نيجي نبص على الجلوكوز نقول لا هو مش بيحتوي على فري اكتف جروب، ما هو الاكتف جروب بتاعته ده خطا هنا. نبص على الجالاكتوز نقول لا ده بيحتوي فعلا على فري اكتف جروب، السي 1 بتاعته هنا حر مش مرتبطه بحاجه، يبقى المحصله بتاعتهم ان هم عندهم اكتف جروب منهم فاضيه، يبقى دون ريديوسينج شوجر. دي معلومات احنا بنقولها بس عشان نفتكر، نقرا واحده واحده ونبدا نحاول ان احنا نحفظ الحاجه مع بعض. تعال نبص اول حاجه على سكر السكروز اللي احنا سميناه مميز، وتعالوا نشوف تاني حاجه مميزه فيه. قلت لك السؤال الاول هو انت يا سكروز بتتكون من مين؟ قال لي والله انا بتكون من جلوكوز وفركتوز. يبقى نحفظ السكروز بيتكون من مين؟ من اشهر اتنين عندنا، الجلوكوز والفركتوز. طيب الجلوكوز ده كان الديهيد يعني الاكتف جروب فيه سي 1، والفركتوز ده كان كيتون يعني الاكتف جروب فيه كانت في سي 2. طيب جه قال لك مين اللي هيبقى فيكو طيب وهيشارك بالاكتف جروب بتاعته؟ هنا بقى راحوا الاثنين معلقين على بعض، وقال لك ان ده السكر الثنائي الوحيد اللي الاثنين بتوعه طمعوا ان هم يشاركوا بالاكتف جروب اللي فيهم، وبالتالي الفركتوز راح مشارك بالسي 2 والجلوكوز راح مشارك بالسي 1، فراح الاثنين مشاركين بالاكتف جروب اللي فيهم، وبالتالي الرابطه اللي اتكونت منهم بقى اسمها 1 إلى 2. طيب هيبقى اسمها جلوكوسيتك ولا فركتوسيتك؟ ما الاثنين مشاركين بالاكتف جروب بتاعهم. قال لك لا الجلوكوز اقوى فاحنا هنسميها جلوكوسيتك. طيب الاو اتش هي الجلوكوز لما شاركت فيها كانت فوق ولا تحت؟ كانت تحت فهنسميها الفا. معلش يا شباب انا عارفه ان الجزء ده بيكون رخم في حفظه بس لازم يتحفظ. يبقى الرابطه اللي موجوده في السكروز ما بين الجلوكوز والفركتوز هتبقى ما بين 1 و2. طيب اسمها ايه؟ جلوكوسيتك. طيب نوعها ايه؟ نوعها الفا. طيب في هنا بقى حاجه بديهي، انا بقول ان ده شارك بواحد وده شارك بذره الكربون رقم 2 يعني الاثنين بالاكتف جروب اللي فيه، هو انا فضل كده عندي فري اكتف جروب؟ لا، ليه؟ الاثنين بيتشاركوا. طب هل الشوجر ده هيبقى ريديوسينج؟ لا طبعا ده مش هيبقى ريديوسينج شوجر. ليه؟ علشان الاثنين دخلوا في تكوين الرابطه. ودي تالت حاجه مميزه عندي في السكروز ان هو الدايسكرايد الوحيد اللي نون ريديوسينج شوجر. يبقى انا كده خدت اللي كل المونوسكرايد ريديوسينج شوجر، كل الدايسكرايد ريديوسينج شوجر فيما عدا المميز بتاعنا اللي هو السكروز، ودون سؤال امتحان. يبقى احنا قلنا سؤالين امتحان لغايه دلوقتي، اول حاجه فيهم ان هو يجي يقول لي الشوجر بيتكون من جلوكوز وفركتوز ومرتبطين مع بعض ب1 و2، يبقى دون مين؟ ويجيب لك في الاختيارات التيبل شوجر. التيبل شوجر هو السكروز، يبقى هو ده. تاني سؤال يجي يقول لك مين من دول نون ريديوسينج شوجر، ويجيب لك مثلا السكروز او التيبل شوجر، فانت على طول تفتكر ان الوحيد الدايسكرايد اللي كان نون ريديوسينج هو مين؟ هو السكروز. وخلصنا اول حاجه والبطل بتاعنا في درس الدايسكرايد اللي هو السكروز. طيب يجي تاني بقى حاجة عندك اللاكتوز، احنا اتفقنا ان اللاكتوز ده سكر الملك
وبالتالي بما ان هو سكر الملك يبقى اكيد هيخش فيه اللي كان اسمه كده برضو اللي هو الجلاكتوز. يبقى انا جيل جلاكتوز وارتبط مع الجلوكوز. بيقول لك في واحد منهم شارك بذرة الكربون رقم 1 وواحد شارك بذرة الكربون رقم 4. طيب مين اللي شارك بذرة الكربون رقم 1؟ الجلاكتوز. يبقى مين شارك بالاكتف جروب اللي فيه؟ الجلاكتوز. يبقى انا هسمي الرابطة 1 و4. حلو، اسمها ايه بقى؟ هنا مين شارك بالاكتف جروب؟ الجلاكتوز. يبقى اسمها جلاكتوسيتك بوند. طيب نوعها ايه؟ نوعها بيتا. ونخلي بالنا من كلمة بيتا دي علشان هيجينا دلوقتي 1 و4 وهيبقى ألفا جنبها بالظبط اهو. طيب تعالى بقى ما نشوف مين. تعالوا ونبدأ نشوف سكر الشعير اللي هو المالتوز. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هو المالتوز ده بيتكون مع مين ومين؟ بيقول لي المالتوز ده سكر بسيط جدا جدا جدا، بيتكون من جلوكوز مع جلوكوز. واحنا اصلا لما ناخد البولي ساكرايد اللي هو بيتكون منه اللي هو الستارش والجلايكوجين اللي بيتكون من تكسيره، هلاقي ان هو كل اللي داخل فيهم جلوكوز. يبقى المالتوز بيتكون ايه؟ من 2 جلوكوز ماسكين مع بعض. طيب الرابطه هنا هتبقى 1 و1 شارك بالذرة الكربون الاولى والتاني ب4، يبقى اسمها 1 و4 بس اسمها هنا ايه؟ جلوكوسيتك بوند. طيب نخلي بالنا جدا 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 يا شباب ان دي الفا 1 و4 جلوكوسيتك بوند. ليه؟ لان شويه وهاخد بيتا 1 و4 جلوكوسيتك بوند، وهقول لك ان الالفا 1 و4 جلوكوسيتك بوند دي رابطه بتتكسر في جسمي وبالتالي بعرف اهضم الشيء دون. انما لو كانت دي بيتا فسبحان الله مفيش انزيم يشتغل عليها ويكسرها. طيب جميل ان شاء الله، يعني ما تكونوش اتلخبطتوا قوي بس ما تقلقوش، احنا هنجمع عامه كل الروابط دي في الاخر. اخر حاجه عندنا الايزومالتوز اللي هو صديق المالتوز اللي احنا اتفقنا ان هو بيتشابه معاه في ان هو من نفس بيجي من نفس الحاجه اللي هو بيجي من الجلايكوجين وبيجي من الستارش. طيب لكن فيما يختلف معاه في ايه بقى؟ يختلف معاه في نوع الرابطه اللي هتتكون ما بين جزيئات الجلوكوز. احنا اتفقنا ان الرابطه هنا كانت 1 و4، و1 و4 دي بتبقى رابطه مستقيمه. هنا بقى الرابطه بتبقى 1 و6، و1 و6 دي رابطه فيها تفرعات، وهنفهم ده اكتر وبالتفصيل لو حد يعني متأزم من موضوع الرابطات ده لما ناخد البولي ساكاريد. بس افتكروا ان انا عندي 1 و6 ده رقم كبير، يبقى فيه تفرعات، والتفرعات كانت موجوده في مين؟ في الايزومالتوز. وهنا برضو نفس النوع اللي هي الفا جلوكوسيتك بوند. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن 4 سكريات اساسية عندنا نبقى عارفينهم. السكروز المميز كان بيتكون من اشهر 2 جلوكوز وفركتوز، ولان مميز الاتنين مشاركين بالاكتف جروب اللي فيه، يبقى 1 و2 نوعه ايه؟ نوع الرابطة الفا ونوعها جلوكوسيتك بوند. ولان الاتنين مشاركين بالاكتف جروب يبقى مستحيل ده يكون ريديوسي، ده ما يعرفش يتفاعل تاني خالص. طيب تاني حاجة اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن اللاكتوز. اللاكتوز كان سكر الملك، مين اللي شبهه؟ الجلاكتوز، يبقى هو السكر الاساسي اللي فيه وارتبط مع جلوكوز. يبقى انا عندي هنا الرابطة كانت 1 و4 جلاكتوسيتك بوند ونوعها بيتا. طيب وقلنا ايه؟ جلاكتوسيتك مش جلوكو، جلاكتو. طيب بعد كده خدنا المالتوز، وقلنا المالتوز ده سكر اصلا بينتج من تكسير سكريات كل اللي بتحتوي عليه جلوكوز، وبالتالي هو كل اللي بيحتوي عليه جلوكوز. فنوع الرابطة هنا 1 و4، بس لازم نقول كلمة الفا جلوكوسيتك بوند. وقلنا اخر حاجة اللي هو كان شبه المالتوز اللي هو الايزومالتوز، ده كان الفا بس 1 و6 وجلوكوسيتك بوند. طيب اخر 3 اتكلمنا عليهم دول، قلنا ده واحدة مشاركة بالاكتف جروب والسكر التاني الاكتف جروب بتاعته فري، وبالتالي دون يعتبر ايه؟ يعتبر ريديوسينج شوجر. بعد كده اخر نقطة عايزين نتكلم عنها هو الـ يعني دي بتتكسر في جسمي ولا لا؟ السكريات دي كل الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم بيتكسروا في جسمي. طيب الانزيم اللي بيكسرهم هيبقى بتاخد من اسمه، فمثلا لو ده اسمه سكروز يبقى الانزيم هيبقى اسمه سكريز. طيب لو اسمه لاكتوز يبقى انزيم اسمه لاكتيز. طيب السكر مالتوز يبقى اسمه مالتيز، ايزو مالتوز يبقى اسمه ايزو مالتيز. طيب قربنا نخلص يا شباب، مش عايزين ان شاء الله الجزء ده يطول معانا. اخر اتنين سكر عندنا اللي هو سيليوبيوز واللاكتيولوز، وبيجي عليهم اسئله في الامتحان عشان هما مستخبيين ورا كده، ففي ايه الناس يعني ايه بتروح مكسله ان هي تذاكرها. بالنسبه للسيليوبيوز دون
ده سكر ثنائي وقلنا ما نخلطهوش مع السليولوز. طيب قال لي دون بينتج من ايه؟ من البارشيال هيدروليسيس اوف سليولوز. السليولوز ده لو احنا نفتكره ده كان عبارة عن سكر معقد اخدناه ان هو من السكريات اللي مش بتتهضم في جسمي ولكن بتمثل حاجة شبه الالياف، بتبقى موجودة في الامعاء في الانتستين وبتساعد مثلا في حاجات كتير زي الامساك اللي هي الكونستيبيشن وهكذا. طيب احنا قلنا ايه؟ مش بيتهضم، هو بيتكسر بس بشكل بارشيال بشكل جزئي، فلما يتكسر بشكل جزئي بيديني السليوبيوز، يبقى انت عرفت ان السليوبيوز ده عندي ما بيتهضمش. طيب تاني حاجة عايزين نعرف فيها ايه هي البرودكت اللي داخله فيه تكوين السليوبيوز؟ قالك والله البرودكت اللي عندي برضو الاتنين هنا جلوكوز زي مين؟ المالتوز. بس فاكر بقى لما قلتلك احفظ كويس قوي 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 ان الرابطة اللي في المالتوز كانت 1 و4 بس كانت الفا، عشان الالفا بتكسر. هنا بقى دي بيتا 1 و4 جلوكوسيتك بوند، البيتا 1 و4 جلوكوسيتك بوند دي ما بتتكسرش في ما بتتهضمش في الانسان، وهو ده فايدته. احنا اصلا مش عايزين نهضمه، احنا عايزينه ان هو يمثل الياف. يبقى السليوبيوز جاي من السليولوز من خلال البارشيال يعني تكسير جزئي. كل السكر اللي دخل فيه ايه؟ جلوكوز، 2 جلوكوز، نوع الرابطة بيتا 1 و4 جلوكوسيتك ما بيتهضمش. وطبعا احنا اتفقنا ان كل السكريات الثنائية ما عدا السكروز بيعتبروا ريديوسنج شوجر. اخر واحد عندي هو اللاكتيولوز، ودون سكر مصنع، وادام احنا صنعناه يبقى اكيد احنا عايزين منه فايدة معينة وهندرسها. طيب اللاكتيولوز دون قلنا ان هو شبيه اللاكتوز، يعني اكيد هيخش فيه الجلاكتوز، بس بدل ما انا كنت بربط جلاكتوز مع جلوكوز، لا ده انا هربطه مع فركتوز. تمام، وهنا الرابطة برضو هتبقى نوعها بيتا 1 و4 جلاكتوسيتك بوند. قلنا طبعا ان هو هيعتبر ريديوسنج شوجر، كلهم ريديوسنج فيما عدا السكروز، لان واحد مرتبط بواحد والتاني باربعة، فالفركتوز عنده الاكتف جروب رقم 2 يبقى هي فيل. واخر حاجة قلنا ان هو طالما هو مصنع يبقى اكيد مش هيهضم في جسمي، يبقى اخر 2 اخدناهم هما اللي مش بيهضموا في جسمي. تعالى نخش شباب ان شاء الله، فهي عندنا كلها VIP. الصفحة دي مهمة جدا، هناخد فيها 3 معلومات عايزين نركز عليهم جدا، لان ال3 معلومات دول في واحدة منهم هتجيلك في الامتحان، ما كانش الثلاثة يعني. طيب اول حاجة عندنا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السكروز ده يعتبر نار ريديوسنج شوجر. طيب مش احنا لسه واخدين ان السكروز ده هو اصلا عبارة عن داي سكرايت بيتكون من جلوكوز اتحد مع فركتوز، بس الايه اللي كان مميز فيه؟ اللي كان مميز فيه ان الاتنين شاركوا بالاكتف جروب بتاعتهم، وبالتالي هو مش هيعرف يعمل ريدكشن علشان هو ما عندوش فري اكتف جروب. فهو بيقول عندي هنا ايه؟ اكسبلين ليه السكروز ده نون ريديوسنج شوجر؟ قلنا لانه از ريديوسنج جروب، مين هي الريديوسنج جروب؟ اللي هي الاكتف جروب اوف بوث جلوكوز اند فركتوز. للجلوكوز والفركتوز الاثنين مرتبطين مع بعض، وبالتالي مفيش فري اكتف جروب. يبقى ده اول سؤال مهم عندنا. تاني سؤال مهم عندنا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي في حاجه عندنا اسمها الانفيرت شوجر. مين الانفيرت شوجر ده؟ ده اسم من اسماء السكروز. يبقى احنا اخدنا ان السكروز ده عندنا سكر مميز جدا لانه هو سكر القصب، لانه هو بيخش في تكوينه اهم 2 جلوكوز وفركتوز، لانه هو نون ريديوسنج شوجر، وده اول نون ريديوسنج شوجر ناخده عندنا لغايه دلوقتي، واخر حاجه لان انا بطلق عليه اسم الانفيرت شوجر. طيب ايه هو ليه انا سميته الانفيرت شوجر؟ جيت قلت لك فاكر زمان لما كنا بنعمل تجربه ان احنا بنروح مدوبين السكر دون في ميه ونسقط عليه ضوء، فوالله محلول السكر ده يا اما يحرف الضوء ناحيه اليمين فسميه ديكسترو روتاتوري، لا اما يحرف الضوء ناحيه الشمال فسميه ليفو روتاتوري. جينا عند السكروز دون ورحنا مدوبينه، لقينا ان احنا اول ما دوبناه ان هو كان بيحرف الضوء ناحيه اليمين، يبقى هو كده ايه؟ ديكسترو روتاتوري. سبته شويه ولسه ايدين الكشاف عليه، لقينا الضوء راح منحرف ناحيه الشمال، بقى ليفو روتاتوري. يبقى انا عندي لقيت الظاهره غريبه دي جدا، دوبت السكروز في الاول حرف الضوء ناحيه اليمين، قلنا خلاص هو ديكستر روتاتوري، شويه ولقيت الضوء بدا يمشي ناحيه الشمال. طيب ليه حصل الكلام ده؟ بيقول لك هو السكروز في شكله الطبيعي عادي بيحرف الضوء ناحيه اليمين اللي هو ديكستر روتاتوري، بعد مرور بعض الوقت بيبدا يتحلل لمكوناته الاساسيه اللي هم مين؟ الجلوكوز والفركتوز. الجلوكوز ليه القدره ان هو يحرف الضوء ناحيه اليمين بزاويه 52،
والفركتوز ليه القدرة ان هو يحرف الضوء ناحية الشمال بزاوية 92، وبالتالي لما هو اتحلل لمكوناته الاولية مين كان اقوى؟ اللي بيحرف بمقدار 92 زايد عن التاني حوالي 40، وبالتالي هو اللي فاز وخلى المحصلة في الاخر ان الضوء انحرف ناحية الشمال. من غير كلام كتير، ايه اهم معلومتين نعرفهم هنا؟ اهم حاجة ان هو هيجي يسألك مين الانفيرت شوجر ده، فتقوله السكروز. طيب يجي يقول لي يعني ايه انفيرت شوجر، اقوله ان هو كان بيحرف الضوء ناحية اليمين في الاول ديكستروتاتوري، بعد كده لما الوقت عدى بقى يحرف ناحية الشمال ريفروتاتوري، ويقول لي ان هو الانفيرت شوجر ده more sweeter than السكروز، يعني لما يتحلل ويبقى في صورة فركتوز وجلوكوز بيبقى مسكر اكتر من اللي هو الصورة الاساسية بتاعته. طيب اخر حاجة عندنا هنا بيقول لي الامبورتانس بتاعت اللاكتيولوز. مين اللاكتيولوز ده؟ مش احنا اخدنا ان احنا عندنا صنعنا داي سكريت كان شبه اللاكتوز كده؟ اللاكتيولوز دون كان بيتكون من جالاكتوز وفركتوز، وقلنا ان هو ما بيتهضمش. طيب انا صنعت اللاكتيولوز ده ليه؟ فكرة ان هو ما بيتهضمش دي لوحدها خلاص احنا عرفنا اي حاجة ما بتتهضمش يعني بتفضل موجودة في اللارج انتستين بتعمل فيها بلك، يبقى دي اكيد هتستخدم في علاج الكونستيبيشن. يبقى هو قال لي اول حاجة بستخدمه في علاج الكونستيبيشن، طيب شيء جميل. بس كده قال لك لا، في كمان ميزة فيه. الميزة فيه ان هو بيقلل لي حاجة اسمها البلازما امونيا. ايه البلازما امونيا دي؟ الامونيا ده مركب اللي هو NH3 بيطلع لما يكون في مشكلة في الكبد عندنا. طيب هو بيتصنع يعني او بيكون من النواتج اللي بتتكون في الكبد، ويبدأ ان هو يروح على الدم ومن الدم يروح على المخ على البرين فيعمل فيه مشكلة. وبالتالي انا عندي لما يبقى عندي حاجة مرض اسمه هيباتيك انكيفالوباثي يعني مشكلة في البرين بسبب مرض في الليفر، ده بيرفع نسبة الأمونيا في البلد، وطبعا دي حاجة خطيرة جدا. فاحنا كنا عايزين نقلل نسبة الأمونيا دي فصنعنا حاجة اسمها اللاكتيولوز. يبقى احنا عرفنا أهمية اللاكتيولوز في ان هو ايه؟ بيعالج الكونستيبيشن. تاني حاجة بيقلل البلازما أمونيا. طيب انت قاعدة تقولي كلام كتير واحنا مش فاهمين ده بيحصل ازاي. ازاي يا لاكتيولوز انت بتعمل كده؟ اول حاجة الشطر الاولاني من مهمته ان هو بيقلل، اما ان هو بيعالج الامساك. بتعالج ازاي؟ قلنا ان هو ما بيتهضمش نوت دايجستد، وبالتالي بيروح على اللارج انتستين ويعمل زي بالك، يعمل حاجه اسمها يشتغل كاوزموتيك سابستانس. وكلمه اوزموتيك سابستانس ده هتجيلك في الامتحان. طب يعني ايه اوزموتيك سابستانس؟ والله كان في بالك كده في الانتستين موجوده عماله تسحب ميه لجوه الانتستين، وكل ما هي تسحب ميه يجي فيها ميه فتكبر اكتر، اللي هو البلك ده يبدا يكتر يكبر اكتر اكتر اكتر، فيبدا ان هو يضغط على جدار اللارج انتستين ويحفز حركه الامعاء فيبدا يخرج ايه مكونات الامعاء بره. يبقى انا عندي ازاي اللاكتيولوز ده بيعمل شغله ان هو يكبر ويضغط على اللارج انتستين؟ عن طريق ان هو ليه قدره اسمها اوزموتيك بريشر، بيسحب مين؟ بيسحب المية لجوه. ده بالنسبة للإفكت بتاعه هو ازاي بيعالج الامساك. طيب تاني إفكت عندنا اللي هو ازاي بيقلل مستوى الامونيا اللي موجودة في البلد. هو ايه علاقته اصلا بالكبد؟ بيقولك ان انا عندي في دورة كده في الاول بيكون الامونيا دي ماشية في الكولون، تمام؟ مش مهم نعرف هي جت مين، بس الامونيا دي بتبقى ماشية في الكولون الاول. طيب تبدأ ان الكولون ده جزء من اللارج انتست، يبدا ان احنا نمتصها وتروح على البلد فتعل. حلو، مش هو اصلا اللاكتيولوز ده عندي في اللارج انتستين فيروح عامل ايه؟ اللاكتيولوز عباره عن حمض، والحمض بيحتوي على ايونات الهيدروجين، فتيجي ايونات الهيدروجين دي مين يحبها قوي؟ الامونيا اللي هي NH3. هي مش عاجبها ان هي NH3، نفسها تبقى NH4، فاول ما تشوف ايونات الهيدروجين تروح ماسكه فيها فتكون لي مركب ثالث خالص اسمه ايه؟ اسمه الامونيوم. طيب اللي هو رمزه ايه؟ NH4. يبقى انا عندي جوه الكولون كده اتكون مركب اسمه ايه؟ اسمه الامونيوم اللي هو ال NH4. ايه لازمة ان انا اكون المركب ده؟ المركب دون بطيء الامتصاص جدا، ما بيمتصش من الانتستين وبيخرج مع الاستول، وبالتالي انا كده منعت امتصاص مين؟ منعت امتصاص ال NH3 عن طريق تحويلها الى NH4. ده الاكسبلينيشن بتاعها، بس اهم حاجة تعرف ان اللاكتيولوز بيعمل ايه. وبكده احنا خلصنا الدايسكرايد، عايزين نشوف عليها سؤالين. تمام، طلع سؤال واحد بيقول لي هنا في السؤال ايه؟ بيقول لي
all the following are true regarding the disaccharide except. نخلي بن ان في كلمه except يعني كلهم صح ما عدا واحد. طب تعالى نبدا نقرا. بيقول لي عندي ان اللاكتوز از ميلك شوجر. ايوه اللاكتوز دون كان الاسم التاني ليه هو الميلك شوجر. طيب بيقول عندي هنا ان المالتوز is formed of two glucose molecule ماسكين مع بعض بواسطة alpha 1,4 glucosidic bond. مين المالتوز ده؟ اه المالتوز ده كان حاجة اصلا كده بتنتج من تكوين من تكسير الستارش والجلايكوجين. ايوه وكان كله بيتكون من جلوكوز بس، وكان الجلوكوز ده بيمسك مع بعض برابطة 1 و4، واهم حاجة ان هي كان اسمها الفا مش بيتا علشان الالفا بتكسر في الجسم. يبقى اه ده برضو معلومة صح. طيب بيقول هنا ان السكروز is ليفوروتاتري. لا السكروز ده اصلا كان انفيرت شوجر، في الاول بيبقى ديكسترو وبعدين يبقى ليفو. لا الاجابه دي شكلها مش صح قوي. طيب خلينا نحس ممكن تكون دي الاجابه، بس برضو نقرا اخر سؤال اخر اجابه. بيقول عندي اللاكتيروز is used in treatment of constipation. لسه واخدينها، اللاكتيروز ده مصنع وبيستخدم في علاج الكونستيبيشن اللي بيعمل بطك. يبقى الاجابه الصح هي مين؟ هي السكروز is ليفوروتاتري، لان السكروز مش ليفوروتاتري، هو بيكون ديكستروتاتري وبعد كده بيقلب ليفوروتاتري. نخش في تاني جزء عندنا في المقطع ده اللي هو خلصنا الدايساكرايد، نخش في البوليساكرايد. والبوليساكرايد دي يا جماعه بسيطه خالص، وهتبدا الاسماء تقل معانا بس في تفاصيل معينه كده مهمه قوي نعرفها. طيب لما نيجي نتكلم ان شاء الله يا شباب على البوليساكرايد، احنا عايزين نفتكر هو مين البوليساكرايد ده. قال لي ده والله عباره عن شوجر ماسك في بعضه، بس اهم حاجه في البولي ان عدد الشوجر اللي ماسك في بعضه يكون اكتر من 10، علشان هو لو كان من 3 إلى 10 كنت انا هسميه اوليجوساكرايد. طيب حلو قوي. بيجي يقول لك بقى انا هاجي اقسم البوليساكرايد، واحنا اتفقنا ان اي كلمه فيها هقسم هتقول لي هتقسم على حسب ايه. طيب هتقسم على حسب ايه البوليساكرايد ده؟ عشان يا شباب بقول ان هو بيخش فيه اكتر من 10 مونوساكرايد. حلو، هل كل العشرة دول هما نفس المونوساكرايد؟ يعني مثلا كلهم جلوكوز ماسك مع جلوكوز ماسك مع جلوكوز الى ما لا نهاية، ولا مثلا المونوساكرايد دي متنوعة يعني فيها جلوكوز ماسك مع فركتوز وهكذا؟ قالك على حسب ده هي نفسها ولا مختلفة. انا هقسمها لحاجة اسمها هومو بوليساكرايد وهيتيرو. طبعا احنا عارفين ان كلمة هومو يعني متماثل، وبالتالي هنا كل العشرة، كل العشرة بقى ايه ان شاء الله يكون داخل 200 حاجة في 200 شوجر، كلهم هيبقوا نفس النوع، كلهم جلوكوز مثلا، كلهم جالاكتوز مثلا وهكذا، فده هسميه هومو، وده اللي هنبدأ بيه، وده نوع بسيط خالص. تمام. تاني نوع عندنا حاجة اسمها هيتيرو. بيقول لك الهيتيرو دي حاجة شبه السلسلة. عارف السلسلة مثلا لما نيجي كنا صغيرين كده ونعمل سلسلة، فنجيب مثلا دايرة ومربع، خرز على شكل دايرة وخرز على شكل مربع، وبعدين نخليهم يونت مع بعضهم، بعدين نمسكهم في خرز على شكل دايرة وخرز على شكل مربع وهكذا، نقعد نكرر في اليونت دي. هو بالظبط ده اللي بيحصل في الهيتيرو. الهيتيرو مش بيخش فيه 70 نوع، لا هو بيخش فيه نوعين مثلا جلوكوز وفركتوز، بيمسكوا مع بعض يعملوا وحدة، وبعدين اروح ممسكاه مع جلوكوز وفركتوز تاني وهكذا، بقعد اكرر يونت معينة. اليونت دي بتتكون من دايساكرايد الاتنين مختلفين مع بعض. العبرة عشان ما تتلخبطش، الهومو كلهم نفس الحاجة، والهيتيرو لا السكر اللي داخل فيها سكر ايه مختلف. طيب تعالى نتكلم اول حاجة كده، ناخد نبذة عن الهومو اللي احنا هنبدأ ايه في الكلام عليه. الهومو ده احنا قلنا ان كلهم نفس الحاجة، فكلهم يا اما الامثلة اللي هتبقى داخل عندي عيلة اسمها الجلوكوزان. طيب من اسمها كده دي اكبر عيلة هنتكلم عليها، جلوكوزان، يبقى كل اللي داخل فيها هو مين؟ الجلوكوز. طيب حلو، انت جاي تقولي ان انت عندك عيلة كل اللي داخل فيها هما الجلوكوز، يعني المركب الوحيد بتاعهم هما الجلوكوز، ايه الفرق؟ يعني مثلا انا هديك مثلا دلوقتي 3 امثله على عائله الجلوكوزين، هقول لك كل مكوناتهم جلوكوز. طب ما ادام هما كلهم بيتكونوا من الجلوكوز، ايه اللي خلى ده السكر عامل كده وخلى ده السكر عامل كده، وايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الفرق ما بينهم هو في نوع الروابط اللي موجوده بينهم. ايه نوع الروابط دي؟ مش احنا يا شباب كنا اخدنا ان في رابطة بتربط ما بين ذرة الكربون الاولى وذرة الكربون الرابعة، من امثلة الروابط اللي احنا خدناها، حتى خدناها في المالتوز ساعتها، وقلت لك المالتوز ليه اخ كان اسمه
ايزومالتوز. وهنا الزرع كان في رابطة ما بتربط ما بين واحد وستة. طيب ايه واحد وستة دي؟ جيت قلت لك طول ما السكر ماسك في بعضه بصورة مستقيمة بصورة ستريت فهو هيمسك مع واحد واربعة، هيمسك برابطة واحد واربعة وهكذا لانه بشكل مستقيم. هنا كان موجود ذرة الكربون رقم ستة، وبالتالي انا لو جيت عايزة اعمل برانشنج فانا هضطر ان انا امسك السكر مع بعضه برابطة واحد وستة. نفهم ايه من الرسمة الملخبطة دي؟ نفهم ان انا طول ما انا ماشي بشكل مستقيم الرابطة عندي هتكون واحد واربعة. طيب لما اجي امشي عايزة اعمل برانش يعني السلسلة بتاعتي طولت وعايزة افرحها علشان يعني ايه استغل الاماكن اكتر، يبقى انا هعمل ان انا هعمل رابطة واحد وستة. تمام. جينا برضو لما كنا بنتكلم عن الرابع قلت لك في رابطة اسمها الفا واحد واربعة، دي مهمة جدا. وفي رابطة عندنا اسمها بيتا واحد واربعة. الالفا والبيتا كان بيعتمد على مكان وجود ال OH يعني في ايه في ذرة الكربون المكونة الرابطة. مش عايزك تعرف هو انا سميتها الفا وبيتا على حسب ايه، بس كان لازم وضروري تعرف ان الفا واحد واربعة بتتهضم في جسمي، وبالتالي لو انا عندي اي مكون دخل جسمي فيه الفا واحد واربعة يبقى دون هيتكسر وهيمتص، وهي دي وظيفته ان هو يمتص ويبدا بقى نجيب منه طاقه نحوشه ايا كان اللي كنا عايزين نعمله. لكن لو دخل مكون في جسمي فيه بيتا واحد واربعة ده مش هيتكسر، والحاجه اللي ما بتتكسرش بيبقى دايما فايدتها ايه عندنا زي اللاكتيلوز اللي احنا لسه واخدينه، بيبقى فايدتها ان هي بتمثل بولك في الانتستين وتبدا انها تعالج الكونستيبيشن، وهنبدا ناخد برضو تأثيرات تانية ليه. ده كده بشكل عام احنا تقريبا كده يا شباب يعني قلنا 75% من الدرس. تعالوا مع بعض نقرأ نشوف الـ VIP، نشوف الأسئلة اللي هتجينا في الامتحان. بسم الله. الحاجة عندي هنا بيقول لي ان البوليساكرايس دي هيدروليزد باي، دي حاجة كبيرة كده كبيرة، لما اجي اكسرها ممكن اكسرها بواسطة يا اما اسيد يا اما بواسطة سبيسيفيك انزيم. وضروري واحنا بنتكلم تفتكر هو ده كان بيتكسر باسيد وانزيم ولا باسيد بس، وهما ثلاث امثلة يعني اللي عندنا. بيبداوا ان هما يتكسروا لو عملت لهم كومبليت يعني تأثير بشكل تام هيتحولوا المونوساكرايد او احد مشتقات المونوساكرايد. حلو، قلنا ان هما بيبقوا ماسكين مع بعض بروابط بيتا او الفا واحد واتنين واحد واربعة او واحد وستة، ده بس يعني ايه كلام مش مهم. قلنا ان احنا هنقسم البوليساكرايد الكبيرة قوي دي يعني الى هيموجينس وهيتروجينس. طيب هيموجينس قلنا ان هي عبارة عن سنجل تايب. طيب هيتروجينس قلنا لا ده ديفرنت تايب من المونوساكرايد. جه قال لك قول لي امثله. والله الامثله بتاعه الهوموجينس على حسب، احنا قسمناهم لثلاث عوائل يا اما جلوكوزان يا اما فركتوزان يا اما حاجه اسمها الكيتين او شيتين، مش عارفه مش متاكده بصراحه بتتنطق ازاي. ما علينا، الجلوكوزان اتفقنا ان اليونت الاساسيه اللي فيها هي الجلوكوز. قلنا امثلتها زي ايه؟ امثله اللي هتكلم عليها زي الستارش، زي الجلايكوجين، زي السليولوز، زي الديكسترين، زي الديكسترين. اتفقنا ان كل دول المكون الاساسي اللي فيهم هو الجلوكوز. طيب وقلنا هنفرق ما بينهم ازاي دلوقتي. العيله الثانيه الفركتوزين يبقى الاساسي اللي داخل فيهم هم الفركتوز. اخر حاجه عندنا اللي هو الكيتين، وقلنا ان اليونت الاساسيه اللي داخله فيه مشتق بقى من مشتقات المونوساكرايد، مش مديني المونوساكرايد المره دي، مديني حاجه من مشتقاتها اللي هو مين؟ اللي هو الان اسيتيل جلوكوزامين. جميل، اللي هو كان احد مشتقات تقريبا الامينو شوجر اسيد. نيجي بعد كده على الهيتروجينس. الهيتروجينس هو هيكون البارت الاخير ان شاء الله من كلامنا. حاجه اسمها الجلوكوز امينو جلايكان وحاجه اسمها الاجار والبيكتين، وهو جزء بسيط خالص. طيب اول حاجه تعالوا ما نبدا في اهم جزء في المحاضره اللي هم مين؟ اللي هم الهومو عائله الجلوكوزان، كلهم متكونين من جلوكوز. مين اهم ثلاث امثله عندي؟ الستارش، ولو سمحت اكتب لي جنب الستارش سكر النبات. تمام، والجلايكوجين، ولو سمحت اكتب لي جنب الجلايكوجين سكر الحيوان. واخر حاجه عندنا السليولوز، اكتب لي جنبها الياف غذائيه. انا هتكلم عن سكر النبات وسكر الحيوان والالياف الغذائيه. ايه الكلام ده؟ بيقول ان الستارش دون عباره عن نوع من انواع الكربوهيدرات هو موجود في النباتات. النباتات لما بتمتص اللي هو ضوء الشمس وتاخد الغذاء بقى من التربه مش عارفه ايه، تقوم بعمليه البناء الضوئي بتكون كربوهيدرات وتبدا ان هي تخزنها جواها، تستخدم شويه يعني طاقه لو هي عايزه تحرق طاقه او حاجه وتخزن الباقي. تخزن الباقي في صوره ايه؟ في صوره ستارش. تمام. طيب تاني حاجه عندنا اللي هو الجلايكوجين.
وده اللي قلنا عليه سكر الحيوانات، سواء لما بتكلم عن الخلية الحيوانية في الخلية الحيوانية بتشمل الحيوان والإنسان. طيب الجلايكوجين دون انا لما الانسان بياخد بقى مثلا الغذاء بتاعه اي يعني الغذاء بتاعه بقى ويبدا ان هو يستهلك بعض منه في الطاقه، وبعدين عايزه اخزن صوره. احنا اتفقنا ان الطاقه عندي لما بتيجي تتخزن في جسمي بخزنها في صوره ايه؟ في صوره كربوهيدرات، اللي هي في صوره ايه بقى؟ اللي هي في صوره جلايكوجين. يبقى الجلايكوجين ده هو السكر اللي متخزن في الخلايا الحيوانية. اخر حاجة عندنا السليولوز، وقلنا السليولوز هي عبارة عن الياف غذائية، وكلمة الياف دي بيتهيألي في ناس ممكن يجي في بالها بعض الافكار من كلمة الياف لان خدناها قبل كده وايه وهنقولها دلوقتي. المهم يعني ان السليولوز ده بيكون موجود في النباتات، بس النباتات اللي هي زي الخضروات وهكذا. ليه كلمة الياف؟ معناها ان هي هتكون عندي بلق في الانتستين ومش هتمتص، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. طيب جه قال لك هو انا لو جيت دوبت الحاجات دي في الميه هتدوب ولا لا؟ وده كان سؤال مهم. ليه سؤال مهم؟ عشان اعرف انا هعرف اقيس لها الاوبتيكال اكتيفيتي بتاعتها واعرف هو تكستر روتاتري ولا ريبولاتري ولا لا. قال لك لا، انا ريحت بالك وقلت لك اصلا ان البوليسكرايد ده مش هيدوب اصلا في الميه. المكونات دي يا جماعه كبيره قوي ومعقده وما بينها روابط كتيره، فمش هينفع ان انا احطها في شويه ميه واقلب فتدوب، لا مش هينفع. يبقى هي كلها ووتر انسوليبل. بس جه على الستارش وقال لك انا هعمل هنا يعني حاجه سبيسيفيكلي شويه، انت لو دوبته في ميه بارده مش هيدوب. طيب لو سخنت الميه شويه، هناخد في مكونات الستارش دلوقتي ان انا هبص تحت الميكروسكوب فهعرف ان هو بيتكون من مكونين، حاجه اسمها الاميلوز وحاجه اسمها الاميلوبكتين. تمام هنشرحها دلوقتي، بس اقراها معايا. بس بيقول لي ان الاميلوز دي حاجه صغيره فبتدوب، انما الاميلوبكتين دي حاجه كبيره فبتمتص الميه وتعمل شكل جيلي. هتفهمها اكتر بس احفظها كده بس، ان الستارش في الكولد ووتر ما بيدوبش. طب سخنته هو بيتكون من مكونين صغيرين، مكونين يعني داخلين فيه، حاجه اسمها الاميلوز ده صغير بيدوب، حاجه اسمها الاميلوبكتين ده كبير ما بيدوبش بيمتص الميه يتحول لجيلي. ودلوقتي ان احنا هنبدا ايه نتكلم عنهم بالتفصيل. طب معايا على الرسمه دي عشان تفهم اكتر الستارش. بيقول لي ان انا جيت تحت الميكروسكوب وشفت، طب عايزه اشوف تاني الستارش ده بيتكون من ايه. فقال لك وانا بشوف شفت ان هو في بعض السلاسل اللي داخله في الستارش، في بعض السلاسل اللي داخله في الستارش بتكون بشكل ستريت، سكر مرتبط مع بعضه بشكل ستريت. شفت سلاسل تانية والله كانت ماشيه ستريت وشويه ولقيت منها تفرعات. يبقى انا كده جوه الستارش عندي سلاسل ستريت وعندي سلاسل متفرعه. السلاسل الستريت دي سميتها اميلوز اللي هو كان صغير واللي كان بيدوب في الميه، والسلاسل الكبيره دي سميتها اميلوبكتين اللي هو كان اكبر وكان بيمتص الميه شويه ويعمل شكل جيلي. طيب هسال سؤال والشطار هيقولوا عليه، هو انا عندي في الاميلوز اللي هو كله ستريت يا ترى ايه نوع الرابطه اللي هتكون فيه؟ اكيد هتكون 1 و4 بس، ما هو ما فيهوش تفرعات. طيب بالنسبه للاميلوبكتين اللي هو كان طويل وفيه شويه تفرعات، ايه نوع الرابطه اللي فيه؟ تقولي 1 و6 عشان انت قلتي كلمه تفرعات صح. طب بالنسبه للحته الستريت هو كله تفرعات؟ لا، وهيبقى فيه الاساسي اللي هو كده كده ايه 1 و4. فاضل لي اعرف هما الفا ولا بيتا. يبقى انا عندي لما جيت ابص تحت الستار شفت ان في اميلوز واميلوبكتين، وبالتالي هو بيحتوي على نوعين من انواع الروابط اللي هو 1 و4 و1 و6. طيب تعالوا بقى ما نقرا الكلام البسيط ده. اول حاجه قال لي الستارش، الستارش ده نوع التشين اللي فيه، هل هي بتكون مستقيمه ولا هل هي بتكون متفرعه ولا هل هو بيحتوي على الاثنين؟ قال لي لا، الستارش والله بيحتوي على الاثنين، في جزء ستريت وفي جزء منه برانش. طب انت يا جلايكوجين؟ قال لك برضو انا بحتوي على الاثنين، في مني جزء ستريت وجزء بيكون ايه برانش. طب انت يا سليولوز؟ قال لك لا، انا كل ستريت. وطبعا ده سؤال مهم جدا جدا. يبقى من الثلاثه اللي احنا اخذناهم السليولوز هو الوحيد اللي كان مستقيم ما فيهوش تفرعات. حلو، يقول لك هو ايه اليونت اللي بيخش معايا في تكوين المكونات دي؟ قولوا بقى انتوا يا شباب. ده جلوكوزين، كلهم بيتكونوا من جلوكوز، بس كان لازم افرق ما بينهم، هل هو الفا جلوكوز ولا بيتا جلوكوز؟ كونه الفا جلوكوز ولا بيتا جلوكوز ده هيفرق في ايه بعد كده؟ الربط، هتبقى الفا ولا بيتا عشان اعرف هو بيتكسر ولا ما بيتكسرش. مين عندي اللي قلنا اسمه الياف يعني ما بيتكسرش؟ السليولوز، وبالتالي اللي هيكون داخل فيه هو البيتا جلوكوز.
اما التانيين عادي داخل فيهم الالفا جلوكوز. ومن هنا هنلاقي يا جماعه ان الستارش وهو الجلايكوجين يعتبروا نفس الحاجه، بس الجلايكوجين ده بيكون موجود في الحيوانات، اما الستارش بيكون موجود في النباتات. جي قال لك واللي الروابط، خلاص بقى احنا تخطينا يعني حته الروابط وبقينا حافظين، جينا على الستارش والجلايكوجين، قول لي ايه الروابط الموجوده فيهم. قال لك طول ما السلسله ماشيه مستقيم والجلوكوز مرتبط مع بعضه بشكل مستقيم، فالرابطه هنا 1 و4. وبما ان نوع الجلوكوز الفا، وبما ان الحاجات دي بتهضم في جسمي، يبقى هنا نوع الرابطه الفا، 1 و4 جلوكوز تكبون. بس قلت لك لا، هما برضو فيهم سلاسل متفرعة، وبالتالي لما يجي عند التفرع يبقى نوع الرابطة هنا 1 و6. هل السليولوز فيه تفرع؟ لا، السليولوز مجرد ماشي بشكل مستقيم. حلو، يبقى نوع الرابطة هيبقى ايه؟ 1 و4. طيب بيتا بقى ولا الفا؟ احنا قلنا اللي داخل فيه بيتا جلوكوز، وقلنا ان السليولوز ده ما بيتهضمش في جسم، واللي ما بيتهضمش هو البيتا، يبقى هو بيتا 1 و4. معلش يا شباب لو كانت الروابط وطرتكم وكترت، بس يعني ايه مع التكرار هتحسوا ان الدنيا بسيطه. حلو، قال لك بقى بصري تحت الميكروسكوب وقول لي كل حاجه بتتكون من ايه. قال لك بالنسبه للستارش، بصيت تحت الميكروسكوب لقيت نوعين من انواع التشين، والله تشين شبه السليولوز ماشيه مستقيمه على طول، وتشين تانية كانت شبه الجلايكوجين فيها تفرعات. التشين اللي شبه السليولوز دي سميتها اميلوز، والتشين اللي كان فيها تفرعات سميتها اميلوبكتين. قال لك مين الغالب يعني مين اللي زايد؟ لا، اميلوبكتين هو اللي اكتر، مخلي الستارش شكله معقد من كتر البرانشات اللي فيه، هو اللي بيمثل النسبه الاكتر. ودي اول سؤال يجي فيه يقول لك كله ايه الجمله اللي صح، ويقول لك ان الاميلوبكتين بيكون نسبته في تكوين الستارش اكتر من الاميلوز، يبقى هي دي الجمله اللي صح. طيب تاني حاجة بيقول لي نوع التشين، الاميلوز ده ماشي مستقيم بس، وبالتالي هو لونج نون برانشد. اقول لك ساعات بيلف على بعضه كده على شكل هيليكل، بس هو ده لف مش تفرع، ما علينا، بس اللي هو المهم ان هو مش بيبقى برانش. طيب انما الاميلوبكتين ده هايلي برانش، بيقول لك ان هو مع كل 24 او 30 جلوكوزة، يعني بعد ما يروس 24 مثلا جلوكوز بشكل مستقيم يروح عامل تفرع وهكذا. فمتخيل ان ده مثلا متكون من 500 جلوكوز، فكده هيبقى التفرعات بتاعته عالية قوي. والرقم بيعمل برانشنج امتى؟ رقم مهم، كل 24 ل30 جلوكوز يونت. حلو، بيقول لي هنا فين الرابطة، او الرابطة اللي بتبقى عنده هي مين؟ خلاص بقى شباب حفظنا، الاميلوز مش متفرع يبقى هو بس 1 و4، الاميلوبكتين متفرع يبقى هو 1 و4 و1 و6 والاتنين الف. اخر حاجة بيقول لك انا باجي وبعمل تيست كده في المختبر علشان اشوف كل واحد هيطلعهم لون ايه. بيقول لي مثلا دوبت محلول وحطيت عليه صبغه الايودين فطلع لي بلو، البلو ده هو يبقى ده اميلوز، لو طلع لي بيربل تو ريد ده هو الاميلوبكتين. طبعا ده تيست يعني الواحد اصلا ما بيفرقش ما بين الازرق والبنفسجي، فهو تيست مش مهم قوي، بس بيجي في الامتحان كتير بصراحه، اللي هو الايودين تيست مثلا في الاميلوز بيكون ايه، تعرف ان هو بلو. طيب احنا كده اتكلمنا على الستارش، تعالى اما ناخد الجلايكوجين اللي هو شبيهه بالظبط، نوع الروابط اللي فيه الجلايكوجين متفرع، فبالتالي هيبقى فيه 1 و4 و1 و6. بيقول لي ان الاستراكشر بتاعه نفس الاميلوبكتين اللي هو فيه تفرعات يقصد، بس ده رقم مهم جدا، التفرعات في الاميلوبكتين كانت بتحصل كل كام؟ كل 24 او كل 30 يونت، انما في الجلايكوجين بتحصل بعد كل 12 جلوكوز. طيب مين يبقى مين الفريكوانسي بتاع التفرعات بتاعته اعلى؟ الجلايكوجين، لان هو يعني حاجه تتفرع مع كل 24، اما واحده ثانيه بتتفرع مع كل 10 مثلا، يبقى مين بيتفرع اكتر؟ الجلايكوجين. وده سؤال امتحان يجي يقول لك برضو ايه هي الجمله اللي صح، ويكون يقول لك مثلا الاميلوبكتين مور برانشد ذان الجلايكوجين. غلط، الجلايكوجين هو اللي المور برانشد. جه بقى عند السليولوز وريحنا وقال لي انا مش برانشد اصلا. طيب يجي يقول لي هنا اخر حاجه مهمه، معلش يا شباب ما تزهقوش، ايه هي نواتج تكسير كل واحد من الثلاثه دول؟ قال لك مش ده لما جيت اتكلم اول حاجه عن التكسير قلت لك هي يا بيتكسر باسيد يا اما بيتكسر بانزيم، فدي اول حاجه لازم نشوف انت بتتكسر باسيد ولا بانزيم يا ستارش. قال لك والله بالاثنين، لو انا ممكن اتكسر باسيد اللي هو بس يبقى مخفف، تمام، حمض اسيد مخفف، او ان انا اتكسر بالانزيم.
والشطار هم اللي هيفتكروا مين الانزيم اللي كان بيكسر الستارش. احنا خدناه لما كنت بتكلم عن المالتوز قلت ان المالتوز ده هو سكر ثنائي بينتج من تكسير مركبات اكتر اسمها ستارش اسمها جلايكوجين وسط انزيم اسمه الاميليز. المالتوز ذات نفسه بيتكسر بالمالتيز، لكن بيجي منين؟ بيجي بواسطة الاميليز اللي بيكسر الستارش والجلايكوجين. حلو، واتفقنا كمان ان انا لما اجي عملية الهضم اول حاجة الاكل بيكون في بقي، وبالتالي انا بهضم مثلا دلوقتي لقمة عيش، ده الكربوهيدرات، اللعاب اول حاجة بيكون فيها انزيمات، وبالتالي الاميليز اول حاجة بيكون موجود في اللعاب، فيبقى في حاجة عندنا اسمها السليفاري اميليز يهضم بشكل مؤقت. يعني انا من الاكل مش بتهضم بشكل تام في بقي، ده انا بكسره عشان يعرف يتبلع بس، وبعدين يروح يخش على الامعاء على المعدة ومنها للامعاء، الامعاء بقى يحصل فيها الكمبليت هيدروليسيس. هو الانزيم اللي في الامعاء ده الامعاء هي اللي بتفرزه؟ لا، ده بيبقى جاي لها من البنكرياس. يبقى احنا خدنا ان الاميليز ده بيبقى موجود في مكانين، في اللعاب سميته سليفري اميليز، وفي البنكرياس وسميته بنكرياتيك اميليز. طب تعالى ما نشوف المقارنه سريعه ما بينهم، وطبعا المقارنه ما بين الاثنين دول في اي بي. اول حاجه بيقول لي في حاجه اسمها سليفري اميليز، السورس بتاعه مين؟ السلايف، اللعاب. طب البنكرياتيك اميليز السورس بتاعه مين؟ البنكرياتيك جوز. طيب يا ترى ال بي اتش، احنا زي ما احنا عارفين ان كل انزيم بيكون ليه بي اتش مناسبه كويس بيشتغل فيها احسن شغل ليه. طيب يقول لي ايه هي البي اتش المناسبه للسليفري اميليز؟ هو بالفهم يا شباب، السليفري اميليز ده بيشتغل في بقي وبعدين بيفضل منه يعني نسبه معينه بتروح للمعده بتكمل شغل فيها، وبعدين بعد شويه في المعده يقف خالص يروح للامعاء الاكل للامعاء يشتغل عليه البنكرياتيك اميليز. بما انه بيشتغل في البق والمعده الاثنين دول بيبقوا سلايتلي اسيتك، وبالتالي السليفري اميليز بيبقى البي اتش الكويسه ليه تبقى سلايتلي اسيتك، بينما البنكرياتيك اميليز ده بيشتغل في الامعاء، والامعاء دي اصلا بيئه بتكون الكالين، وبالتالي افضل حاجه ليه بتكون البيئه الالكالين. يجي يقول لي هنا ايه هو الاكتيفيتور اي، يعني ايه الانزيم ده؟ طول ما هو في جسمي بيكون في صورة هامدة. طيب بنبدأ ان احنا يعني نعمل اكتيفيشن، بعمل اكتيفيشن بواسطة ايه؟ والله لو كان سليفري بواسطة ايون الكلورايد، لو كان بانكرياتيك بواسطة البايكربونات. البايكربونات اصلا دي حاجة بتكون موجودة في البيئة الالكالين، فده شيء يعني ايه بديهي. اخر حاجة قلنا هو سايت اوف ذا اكشن، السليفري بيشتغل في الماوث وشويه وشورت تايم في الاستومك اللي هي المعده، انما التاني بيشتغل في الانتستاين. البرودكت قلنا ان السليفري بيعمل انكمبليت دايجيشن، يعني مش بيهضم بشكل كامل، ده بيكسر بس مكونه حاجه اسمها الديكسترين. الديكسترين ده نوع من انواع البوليساكرايد اللي اصغر شويه من الستارش، اصغر شويه عشان هو يعني ستارش يتكسر شويه، فراح مديني ديكسترين، وهناخد انواع بالتفصيل. وبعدين نروح على الامعاء نعمل الكومبليت دايجيشن، وهنعرف كل واحد بينتج عنها ايه. بس اللي انا عرفته دلوقتي ان انا عندي الستارش بيتكسر بواسطه الاسيد والانزيم، والانزيم عندنا اللي هو الاميليز سليفري او بنكرياس. تعال نخش على الجلايكوجين، فقال لي الجلايكوجين ده هو نفس الستارش بيتكسر بيه السليفري والبنكرياتيك اميليز، بس هنا مفيش اسيد ايه هيدروليس، هو بس يا دوب انزيماتيك هيدروليس. اخر حاجه عندنا السليولوز، قلنا السليولوز دوت طبيعي في جسمي، مفيش حاجه بتشتغل عليه في جسمي، بيحصلوش كومبليت هيدروليس في جسمي، لكن بره الجسم ممكن ان انا اكسره بواسطه الاسيد. في بعض الحيوانات اللي هي حيوانات اكله العشب بتحتوي على انزيم بيكسر الرابطه بيتا اللي هي اسمها سليوليز انزيم، وبالتالي بيكسر السليولوز بس دون في الحيوانات اكله العشب، انما احنا عندنا ان في الماميليان اللي هو في الثدييات مفيش عندنا الانزيم ده، وبالتالي هو ما بيتهضمش. طيب يا شباب ايه هي بقى البرودكت اوف هيدروليسيس اللي بينتج لي من تكسير كل واحد من ده؟ بيقول لي والله الستارش والجلايكوجين احنا قلنا بيتكسروا بنفس الحاجه ويدوني نفس الحاجه. اول حاجه الستارش باي الاسيد، لو انا هكسر بواسطه الاسيد والاسيد ده هياخد الستارش بس، لان الجلايكوجين ما بيتكسرش باسيد. قال لك هتديني ايه اول ما كسره؟ احنا قلنا في عيله اسمها ديكسترين، هو ده اللي هنتكلم عنه. اول ما كسره بيبقى ديكسترين كبير اسمه اميلو ديكسترين،
بعدين الديكسترين اصغر شويه بسميه ريترو ديكسترين، وبعدين ديكسترين اصغر خالص حاجه اسمها الاكرو ديكسترين، وبعدين يتحول من اصلا بولي ساكرايد الى داي ساكرايد اللي هو الايزومالتوز والمالتوز. الايزومالتوز لو كنت لو كان في يعني لو كسرت حته فيها برانشنج فجبت الداي ساكرايد مرتبطين مع بعض بواحد وستة بوند، اما المالتوز لو كنت كسرت حته مستقيم فكانوا مرتبطين مع بعض بواحد واربعة بوند. طيب كويس. بعد كده شباب بيقول لي يعني ايه امايلو. امايلو ده ستارش او بولي ساكرايد بس اصغر شويه. يعني ايه كلمه اريثرو؟ برضو ده نوع من انواع الاكستريم اصغر وبيبقى لونه ريد، انما الاركو اللي هو اصغر واحد فيهم ده ما بيبقاش ليه لون اصلا. طيب ده بالنسبه لو انا كسرت الستارش بواسطه الاسيد، لو انا كسرتهم بواسطه السليفري والبنكرياتيك انزيم هيتحول لديكستريم، ومنها الحاجه اصغر من ديكستريم اسمها ليميتد ديكستريم، وبعد كده يتحول لمالتوز وايزومالتوز. لكن هنا ما مشيش قوي في عيله مين الاميلو ديكسترين وهكذا. يعني يا شباب الحته دي مش مهمه قوي. طيب بالنسبه للسليلوز، قال لك السليلوز ما بيحصلوش كومبليت في جسم، بارشيال بارشيال. ولما احنا اتفقنا ان انا هكسر السليلوز بشكل بارشيال كان بيديني دايسكريد اسمه ايه؟ اسمه السيلوبيوز. بس خلاص لو انت هتكسر كومبليت في اجسام الحيوانات مش هيديني جلوكوز، ما هو دون اليونت الاساسي بتاعته. الحته دي مش مهمه قوي. اللي بقى مهم واللي هيجي برضو عليه سؤال في الامتحان هو الفانكشن. واحنا اتكلمنا عن الفانكشن بتاع كل واحده، قلنا ان الستارش دون مين؟ سكر النباتات، وبالتالي هو شكل تخزين الطاقه في النباتات. وبما انه هو شكل تخزين الطاقه في النباتات فاي حاجه هتتغذى على النبات ده هتاخد الطاقه في صوره الستارش، يبقى هو ستورج فور من ذا بلانت، وهو الميجر سورس فور انرجي للانيمال. ازاي؟ ما هو ده انا باكل النباتات وبالتالي باخد الستارش. بالنسبه للجلايكوجين قلنا ان ده صوره تخزين الكربوهيدرات بس في جسم الانيمال، والله بيتخزن في مكانين، في الكبد في الليفر وفي العضلات، وكل مكان ليه اهميته. طيب بالنسبه في الليفر ايه اهميته؟ قال لي ان هو بيحافظ على البلاد جلوكوز. يعني متخزن في الليفر فيحافظ على البلاد جلوكوز ازاي؟ يعني انت اول ما تكون واكل وجسمك فيه جلوكوز كافي خلاص انا بستخدمه والباقي بيروح يتخزن. طيب بدات انا مش واكل وبدا الوقت يعدي من اخر مره اكلت فيها ومستوى الجلوكوز في الدم عندي بدا يقل، يبدا الجلايكوجين ده يتكسر ويديني ايه؟ جلوكوز يروح للدم. اهم حاجه فيها ان هو بيفضل يحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم لمده 12 و18 ساعه بعد وانت صايم. بعد كده بيكون اصلا الاستورج بتاعتك خلص وبتحصل على جلوكوز بطريقه ثالثه خالص. الرقم ده مهم جدا. طيب بالنسبه للجلايكوجين اللي موجود في العضلات اهميته ايه؟ ما هو العضلات دي تقول لك لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالبلد ولا غيره، مهميته ان انا لما انقبض كتير والسكر بتاعي يخلص اكسره واجيب السكر جلوكوز بس كده. اهم فانكشن بعدنا للسليلوز بتاعت الالياف، قلنا اول حاجه ان هي بتمنع الكونستيبيشن. ازاي؟ خلاص حرف هضم، ان هي بتعمل بلق تنشط الانتست. تاني حاجه ودي اللي هيجيلك في الامتحان فعلا، ان هو بيقلل حدوث الكانسر كولون. ليه؟ لان هو الالياف دي ان وهي موجوده جوه الامعاء بتبدا ان هي تمتص المواد التوكسن وتخرجها مع الاستول. بعد كده قال لي حاجتين بقى مش مهمين، قال لي ان هي بتعمل سبورت للنبات وان هي بتمثل الغذاء للحيوانات اللي بتعرف بقى ايه تتغذى عليها، اللي عندها الانزيم اللي بيكسر البيتا. بعد كده قالك هديك نبذه مختصره عن الديكسترين. الديكسترين ده بولي ساكرايد، مش احنا قلنا ان هو كان بيجي من تكسير الاسترش، كان اللي هو الاميلو اكبر واحد وبعدين الاريثرو الاصغر وبعد كده الايه الاركو. قالك ايه فايده الديكسترين دي؟ بس اللي تعرفها الديكسترين ده هو اكمل وهو صغير فهو بيستخدم في تغذيه الاطفال الانفنت اللي هم الاطفال اللي اقل من سنتين. مثلاً عندنا في البولي ساكرايد اللي احنا الهومو عندنا مثال اسمه الانيولين ومثال اسمه ديكسترين. يبقى خلي بالك انا قلت ايه؟ ديكسترين مش ديكسترين. طيب اول حاجه عندنا الانيولين، بيقول لك انت انيولين تبع عائله مين؟ قالك انا تبع عائله الفركتوزين. طيب فركتوزين يبقى كل اللي بيخش فيه هو مين؟ هو الفركتوز. طيب ايه نوع البوند اللي بتكون موجوده هنا؟ بيكون بيتا واحد واتنين. طيب ايه اهم حاجه اعرفها في الانيولين؟ الانيولين ده بيستخدم في حاجه ان هو يقيس حاجه اسمها الجلوميرولار فلتريتنج ريت. ايه الجلوميرولار فلتريتنج ريت؟ احنا عارفين عندنا طبعا ان انا عندي البلط لما بيجي يتصفى بيروح يتصفى في انابيب اللي هي الانابيب اللي موجوده في الكلى. طيب بيجي من هنا كده البلط بيبقى جاي بيعدي على المجموعه هنا من الشعيرات الدمويه، بيبدا يخرج منه المواد السامه تروح جوه الانابيب دي علشان تخرج في اليورين، وبعدين البلط يخرج منها ايه؟
بعد ما يتصفى خالي من المواد السامة. ده ايه؟ ده الفلتريشن ريت، الفلتريتنج ريت بتاع الايه الانابيب جوه الكليه. طيب بيقول لك انت انيولين، انت ازاي بتقيس الجلوميرولار فلتريتنج ريت؟ قال لك ان انا عندي طبيعي ان كل الانيولين دول بيخرج في مين، بيخرج في عمليه الفلتريشن ويخرج في اليورين، وبالتالي انا لو عايز اتاكد ان المصفه دي شغاله كويس هروح مدي العيان دون انيولين، والله لقيته خرج في اليورين بنفس الكميه اللي انا اديتها، يبقى العيان دون الكدني بتاعته شغاله كويس. انا عايزين ايه من كل الكلام الكتير ده؟ عايزين نعرف ان الانيولين بيستخدم في قياس الجلوميرولار فلتريشن ريت. لو جات لنا في الامتحان وقال لنا مين، هنختار الانيولين، ونعرف كمان الانيولين ده تبع مين، تبع الفركتوزين. اخر واحد عندنا في مثال البولي ساكرايد اللي هومو اللي هو الديكستران، وده هو مثال مهم جدا. الديكستران ده تبع عائلة الجلوكوزان. طب ما احنا كنا لسه ناخد عائلة الجلوكوزان فوق اللي هم كلهم جلوكوز، اشمعنى ده حطيته لوحده؟ علشان ده فيه ربطة مميزة، هو فيه الروابط العادية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي 1 و4 و1 و6، لكن اضيف هنا ربطة ما بتبقاش موجودة في الهومو ساكرايد اللي هي مين، اللي هي 1 و3. طيب قال لك الديكستران ده بيستخدم في ايه، وبرضه ده سؤال مهم جدا، بيستخدم كبلازما اكسباندر. يعني ايه بلازما اكسباندر؟ احنا عارفين يا شباب ان الدم بيكون موجود بكميه معينه جوه البلازما، موجود اصلا بكميه معينه دون مهم في بعض الحالات اللي بيحصل ان مثلا حصل نزيف او كده، فكميه الدم اللي موجوده في جسمي بتقل جامد قوي، فبعض الاحيان يعني الحل ايه؟ ان انا انقله دم، بس انا لغايه دلوقتي مش عارف ان انا انقله دم، فبعمل له ايه؟ بديله محاليل. المحاليل دي بتبدا ان هي تزود كميه السائل اللي موجوده جوه البلاد فيزلز. تمام، هو المحتوى بتاعها هيبقى مخفف شويه، بس احسن ما يكونش فيه حاجه. ان انا ببدا بالعين ان انا بديله محاليل لغايه ما اعمل له البلاد جروبنج وهكذا، واعرف ايه نوع الدم اللي انا عايز انقلها له فانقله بقى دم. بس كحاجه مبدئيه بديله ايه؟ بديله محلول. ايه بقى المحلول اللي انا بديه للشخص اللي جاي ده عنده هيمرج؟ بديله الديكستراني. انا الديكستراني بيستخدم كحاجه اسمها ايه؟ اسمها بلازما اكسباندر. مهم قوي، مش مهم التفسير هو ليه بيستخدم كبلازما اكسباندر، بس مهم انك تعرفه. طيب يا ترى الديكستران ده بيبقى موجود فين؟ الانيولين عادي بيكون موجود في بعض النباتات زي البصل بقى والثوم وكده، انما الديكستران ده اصلا احنا بنصنعه. طب بنصنعه ازاي؟ هو زي الخميرة كده، بيجي من فطريات. يبقى انا بصنعه من خلال يست اللي هي يعني فطريات، ومن خلال هذه البكتيريا بجيبها وابدا ازرعها واصنعها في فطريات. ده نفس الكلام عن الجلوميرولار فلتريشن ريت وعن الديكسترين، ان احنا بنصنعه من بكتيريا والاكشن بتاعها على بعض المولكيول السكروز في بازرعها سكروز. ما علينا، هو يعني بجيبه ايه من بكتيريا. لكن في حاجه مهمه قوي احنا قلنا انك لما بتيجي تدي العيان بتاع اللي عنده هيمرج ده، انت في الاول بتدي له محلول لغايه ما ايه يعني ما تعرف تجيب له الدم وتوفر له كاس دم فتدي له دم. انت علشان تنقل لاي عيان دم لازم تبقى عارف البلاد جروب بتاعته هي ايه، علشان تنقل له حاجه تتوافق مع البلاد جروب بتاعته. فبيقول لك انت لما بتدي ديكستران ده بيتداخل بينترفير مع البلاد جروبنج، فبالتالي انت مش هتعرف البلاد جروب بتاع العيان ده. فانت قبل ما تدي تحقن له ديكستران، اول حاجه اسحب منه عين الدم عشان تعرف ايه البلاد جروب. سحبت منه عين الدم، ادي بقى الديكستران بتاعك ايه مرتاح. وبكده نكون خلصنا البولي ساكرايد، وان شاء الله يكون فاضل عندنا اخر جزء في المراجعه. هنتكلم الحمد لله عن اخر جزء عندنا في المحاضره، اللي هو بعنوان الهيتيرو بوليساكرايد او باسمها الثاني الميوكو بوليساكرايد. احنا واحنا اتفقنا بنتكلم يا شباب، اتفقنا ان في حاجه اسمها البوليساكرايد عندنا، وقسمناها الى هومو لو كان كلهم بيحتووا على نفس المونوساكرايد، كلهم مثلا جلوكوز كلهم فركتوز الى اخره، وحاجه اسمها هيتيرو لو كان بيحتوي على يعني مونوساكرايد مختلف. واتفقنا يا شباب ان انا لما اجي اقول ان هو بيحتوي على بولي ساكرايد مختلف، مش معنى كده ان انا هدخل 50 نوع في المكون ده. امال انا هعمل ايه؟ قال لك احنا اتكلمنا ان هو هيبقى حاجه شبه السلسله، والسلسله دي انا هجيب خرستين واعمل بيهم يونت. يعني ايه هجيب خرستين واعمل بيهم يونت؟ يعني مثلا انا عندي هجيب خرز على شكل دايره وخرز على شكل مربع
وايه وامسكهم في بعض ويبقى دول مع بعض يونت. وابدا اكرر اجيب خرزة على شكل دايره وخرزة على شكل مربع امسكهم في بعض واروح امسكهم في تاني فخرزة على شكل دايره وايه ماسكه في خرزة على شكل مربع وبعدين اروح مكررهم تاني خرزة على شكل دايره ماسكه في خرزة على شكل مربع وهكذا يا شباب. طيب يبقى احنا خدنا بالنا هنا ان فعليا بيخش عندي نوعين من ايه من المونوساكرايد بس بعمل لهم ايه بعمل لهم ريبيتيشن. طيب كلام جميل. في حاجه مهمه كمان كان المفروض نعرفها ان انا لو دخل في احد الاثنين اللي انا بكررهم ده كان عندنا مركب اسمه اليورونيك اسيد. احنا خدنا اليورونيك اسيد ده قبل كده ايوه دوت كان من احد مشتقات المونوساكرايد اللي كانت بتيجي عن طريق ان انا بعمل ايه بعمل اوكسيديشن للمونوساكرايد ده. لو كان احد الاثنين الاثنين سكر اللي انا بكونهم حاجه اسمها اليورونيك اسيد فاليورونيك اسيد دوت بيعتبر ايه بيعتبر اسيد قوي جدا وبالتالي لما يخش في الهيتيرو بوليساكرايد بيخليها اسيد بيخليها حامضية. اليورونيك اسيد ده ليه اخ تاني اسمه الاديورونيك اسيد هناخده يبقى هو قال لي يورونيك اسيد قال لي اخوه الاديورونيك اسيد. المهم الاثنين دولت احماض قويه وبالتالي لو انا دخلتها في تكوين الهيتيرو بوليساكرايد فده هيخليه اسيدك. طيب قال لك طب لو ما دخلتش اليورونيك اسيد في تكوينهم لا حتى لو دخل في تكوين بوليساكرايد اي اسيد تاني بيعتبر ضعيف وبالتالي انا بعتبر ان الهيتيرو بوليساكرايد دي يعني ما فيهاش اسيد قوي وبالتالي بعتبرها متعادله في حاجه اسمها النيوترال. يبقى انا افهم ان انا ان شاء الله دلوقتي لما اجي اتكلم هتكلم عن حاجتين. ايه الحاجتين اللي هتكلم عنهم؟ هتكلم عن النوع اللي هو المتعادل اللي اسمه النيوترال ميوكو بوليساكرايد وهتكلم عن النوع اللي فيه يورونيك اسيد او اديورونيك اسيد اللي هو النوع الحامضي اللي هو الاسيتيك ميوكو بوليساكرايد. طيب احنا مين يهمنا اكتر؟ اللي يهمنا واللي هناخده بالتفصيل هو الاسيتيك ميوكو بوليساكرايد. اصلا النيوترال ده يعتبر لسه تقريبا متضاف عندكم جديد بس احنا اتفقنا ان اي حاجه متضافه جديده فهي موضع امتحان. اللي احنا هناخده هناخد بس امثله عليه وبيبقوا موجودين فين وطبعا مهمين قوي. تعالوا بينا نشوف اللي مكتوب كده. اول حاجه بدا بيقول عندي ان انا عندي حاجه اسمها الميوكو بوليساكرايد وقلنا ان الميوكو بوليساكرايد هو اسم تاني للهيتيرو بوليساكرايد او الاسم الثالث ليهم اللي هو الجلوكوزا امينو جلايكان واي واحد من الثلاث اسماء دولت ممكن يجي في الامتحان عادي جدا. اتفقنا ان احنا قسمناها على حسب احتوائها على اليورونيك اسيد او لا الى قسمين نيوترال واسيديك. النيوترال ميوكو بوليساكرايد اللي هي الميوكو بوليساكرايد اللي اسمها متعادلة بتتكون من بروتين ماسك مع بوليساكرايد بيقولي ان هي بتحتوي على حاجة اسمها الاسيتايل هيكزو امين. ايه الاسيتايل هيكزو امين دي؟ اسيتايل يعني بيحتوي على مجموعة اسيتايل ملناش دعوة. يعني ايه هيكزو امين؟ هيكزو يعني فيه 6 ذرات كربون وامين يعني بيحتوي على مجموعة امين اللي هي ال NH2 او ال NH3 تقريبا ال NH3. طيب ما علينا ده مع زي مين مثلا؟ ايه هو السكر اللي بيحتوي على 6 ذرات كربون؟ عندنا الجلوكوز الجلاكتوز المنوز كل ده كان بيحتوي على 6 ذرات كربون. طيب حلو واحط معاه مجموعة امين هيبقى اسمهم ايه؟ جلاكتوز امين جلوكوز امين هكذا. يبقى انا عندي نيوترال ميوكو بوليساكرايد بتحتوي على اسيتايل هيكزو امين مش بتحتوي على نيورونيك اسيد وهو اصلا ده اللي خلانا ان احنا نسميها نيوترال. موجوده فين؟ في اي مكان بيفرز ميوكس اللي هو المخاط زي مثلا الانف زي تجويف الفم كل الحاجات دي بتحتوي على ميوكس سيكريشن. كده احنا خدنا تكوين النيوترال ميوكو بوليساكرايد. قبل ما نخش على الاسيتيك تعالى نشوف بس النيوترال ميوكو بوليساكرايد دي استخداماتها او امثلتها ايه عشان نكون خلصنا منهم. بيقول عندي ان النيوترال ميوكو بوليساكرايد اهم مثال ليها مثال اسمه النانا خدناه قبل كده مش مهم نفتكره. يعني المهم ان هو بيبقى موجود في التيشو بتاع الفرتبرا والبكتيريا. طيب يا شباب تاني مثال عندنا وهو مثال مهم جدا 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 واعتقد ده هو اللي هيجي في الامتحان. مركب من الحاجات اللي موجودة في البلد واللي من خلالها بقدر اعرف البلد جروب اللي هو فصيلة الدم ايه ولا بي ولا سي هكذا.
مش سي اللي هو ايه ولا بي ولا او. المهم يعني ده البلد جروب عندنا فيه مركب اسمه الفيكوز. مين الفيكوز ده؟ احنا عمرنا ما خدناه. بص يا عم، الفيكوز ده هو احد امثله السكريات اللي بتحتوي على 6 ذرات كربون اللي هي الهكسوز. بس يفرق عنهم في ايه؟ يفرق عنهم ان في ذره الكربون الاخيره بشيل مجموعه الاكسجين. يبقى انا عندي مهم جدا تعرف مثال مين، تعرف مثال الفيكوز ان دون عباره عن نيوترال ميكوبوليسكرايد بيصنف في البلد جروب. هيجيب لك امثله تانية زي الهرمونات الجونادوتروبين والثايروتروبين، دي عباره عن هرمونات بتخرج من الغده النخاميه بتروح تشغل اجهزه تانية. الجونادوتروبين ده مسؤول عن اللي هو زياده افراز الهرمونات الجنسيه اللي بتبقى مسؤوله بقى عن التغيرات وهكذا. والثايروتروبين السايروتروفيك بيروح للثايرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية. المهم يعني اعرف ان الهرمونات، يبقى دون مثال على ايه؟ على النيوترال. بيقول لي بقى يعني انواع تانية بروتينات موجودة في الدم اسمها جلوبين، حاجة اسمها اوفال البيومين، فايبرينوجين ده بروتين موجود في الدم بيساعد على التجلط. مش مهم قوي، اهم حاجة هو المثالين الاولين، واحفظ بدره من الجونادوتروبين والثايروتروفيك ده تبع ايه؟ النيوترال. وبكده يا شباب احنا نكون خلصنا النيوترال بالحاجات المهمة اللي فيهم. تعالوا نتكلم عن تاني حاجة عندنا اللي هي مين؟ اللي هي الاسيديك ميوكوبوليساكرايد. وقلنا ان هي طالما اسيديك يبقى هيخش فيها تكوين، اللي هو هيخش في تكوينها حاجة اسمها اليورونيك اسيد، تمام؟ او الاسم الثاني او ابن عمه يعني اللي هو اسمه اللي هو الايديورونيك اسيد، يورونيك او ايديورونيك، هناخد الاثنين دلوقتي ونشوفهم. لكن زي ما احنا عارفين ان كل قاعده وليها الاكسبشن بتاعها، برضو في الاسيدك ميوكوبوليساكرايد هتلاقي في واحد كده طلع لنا من النص مش بيخش في تكوينه اليورونيك اسيد ولا الايديورونيك اسيد، بس هو تبع الاسيدك، تمام؟ ادام هو حاجه كده خارج القاعده يبقى اكيد هيجي عليها سؤال في الامتحان، ومهم قوي نعرف الاكسبشن دوت وهناخد مين هو الاكسبشن ده. جه قال لك ان الاسيديك بقى ميوكوبوليساكرايد دي عندنا هنرجع نقسمها تاني، احنا بنموت في التقسيمات. طيب هنقسمها الى ايه؟ قال لك انت بتحتوي على مجموعه صلفة ولا ما بتحتويش. والله لو انت ما بتحتويش على مجموعه صلفة يبقى انت اسمك نون سلفيت، لو فيك مجموعه صلفة يبقى انت سلفيت، تمام؟ اديني بقى مثال لكل واحد. المفروض بقى اعرف ايه في الامثله الكتيره دي قوي. احنا هنعرف في كل مثال هو سلفيتد ولا نون سلفيتد، وبعدين هنعرف ايه؟ وهنعرف كل واحد من الستة او السبعة اللي موجودين قدامنا دول موجودين فين واستخداماتهم. يا نهار ابيض، ده كده هتبقى طويلة جدا. لا، الكلام فعلا كله بسيط وهتلاقيه ان هو متكرر، وكل حاجة هنعرف عنها حاجة واحدة تقريبا بتكون مميزة ليها. طيب بالنسبة لعندنا النون سلفيتد اسيدك، ما تنسوش ان كل اللي احنا هنتكلم عنهم دول مشتركين ان هم اسيدك، تمام؟ قالك بالنسبة للنون سلفيتد والاسيدك هو نوع واحد بس او مثال واحد بس اسمه الهياليورينيك اسيد. يبقى دام هو مثال واحد بس اكيد هيجيلي في الامتحان يقولي مين من ده نون سلفيتد؟ هو الهياليورينيك اسيد، مفيش غيره. طيب جميل. طيب لو كان سلفيتد عندنا بقى امثله كتير، حاجه اسمها الهيبرين، ونفرق ما بين الهيبرين اللي هو اي ان والهيبرين اللي هو الاي ان. هايبرين سلفيت، كوندرودين سلفيت، كيراتين سلفيت، درماتين سلفيت. مش هيجيلكوا في الامتحان انهي ده مش بيحتوي على مجموعه صلفه، وهتختار مثلا الكوندرودين سلفيت اكيد لا، يعني ما انت واخد بالك ان في كلمه سلفيت موجود. لكن اللي هيلخبطكوا هو الهيبرين، فافتكروا ان الهيبرين دون كان السلفيت عادي بس مش مكتوب في كلمه سلفيت. اما المين الوحيد اللي كان نون سلفيت وباكد عليه يا جماعه عشان هي مهمه جدا؟ الهيال يورينيك اسيد. تعالوا كده ناخد بشيء من التفصيل كل واحد من دول. طيب وانا باخد كل مثال من الامثله اللي احنا اتفقنا عليها، قلنا ان احنا عايزين نعرف ايه التو يونت اللي داخلين فيه. مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا مربع ودايره بنمسكهم في بعض وبنعمل بيهم السلسله عن طريق ان انا اقعد اكررهم؟ طيب ايه هو التو يونتس اللي هيكونوا داخلين في الهياليورينيك اسيد؟ قال لك والله التو يونتس اللي هيكونوا داخلين في الهياليورينيك اسيد، وده لازم يتحفظ، حاجه اسمها الان اسيتيل جلوكوزاماين. يبقى جلوكوز محتوي على مجموعة أمين وماسك فيه أسيتيل، دي أول يونت. طيب واليونت التانية، مش إحنا قلنا إن ده أسيد يبقى لازم يكون داخل فيه اليورونيك أسيد. اليورونيك أسيد هنا على شكل إيه؟ جلوكويورونيك أسيد. يبقى الهياليورونيك أسيد داخل فيه 2 مشتق من مشتقات الجلوكوز، المشتق الأولاني الإن أسيتيل جلوكوزاماين، والمشتق التاني اللي هو اسمه الـ البيتا جلوكويورونيك أسيد.
بصوا يا شباب، عشان نعرف الفانكشن بتاع الهيالورونيك اسيد ده لازم نعرف وصفه. يعني ايه وصفه؟ يعني ايه خصائص الهيالورونيك اسيد ده؟ الهيالورونيك اسيد ده يا جماعه ماده بيبقى ليها القدره ان هي تمتص ميه، فبتشغل حيز، بس هي مش ماده صلبه قوي. يعني ايه؟ تكون موجوده كده ما بين الخلايا، شغل الفراغات اللي ما بين الخلايا، لكن مش صلبه وناشفه. ليه؟ لان اصلا هي جواها ميه. يبقى اول حاجه نعرف ان هي ماده بتعرف انها تشغل حيز كبير، زي الاسفنجه كده. عارف الاسفنجه لما تمتص ميه فتكبر فتشغل حيز كبير، بس اول ما تضغط على الاسفنجه هتخرج الميه اللي جواها وهتشغل حيز اصغر، والاسفنجه طريه مش ناشفه، لان اللي جواها ايه؟ اللي جواها ميه. يبقى دي اول حاجه نعرفها في خصائص الهيالورونيك اسيد. برضو قدرته على انه يشفط ميه دي مخليه عنده قدره امتصاص الصدمات. لما نيجي مثلا حاجه مليانه ميه ونيجي نخبطها كده مثلا بالبوكس، ايه اللي هيحصل لها؟ يعني هيبقى ليها القدره ان هي تمتص الخبطه اللي جات لها دي، مش زي لما تخبط في حاجه ناشفه فالحاجه الناشفه دي ما تستحملش الضغط وتنفجر. لا، لو حاجه جواها ميه، الميه دي هتبدا تتزاح على الجناب، والجزء اللي انت بتضغط عليه هيبقى فارغ من الماء. المهم يعني ايه العبرة؟ ان هو بيستطيع ان هو يمتص الصدمات، وان هو بيشغل حيز بس مش بيمثل حاجة صلبة او. طب تعالى ما نبدأ نشوف الفانكشن اللي بيخش فيها. اول حاجة بيقول لي ان هو سيمن سبستانس بتوين التيشو، كل نسيج والتاني ما بينهم فراغ. عايزين نعبي الفراغ بحاجة، هنعبيه بايه؟ بهيالورونيك اسيد. تاني حاجة، وده اللي هيجي في الامتحان، ان هو موجود حاجة اسمها الساينوفيال فلويد. مين الساينوفيال فلويد؟ بيقول عندي في انواع من الكارتريدج عندنا اللي موجودة، اللي هي بتسميها ساينوفيال كارتريدج، بتكون موجودة مثلا ايه؟ زي اللهم صل على محمد، المفاصل مثلا بتاعة الركبة. انا عندي مفاصل للركبة دي على طول بتحك في بعضها، وبالتالي كان لازم الجوينت دي تكون متغطية بحاجة اسمها الساينوفيال فلويد. الساينوفيال فلويد دوت بيقلل الاحتكاك شوية اللي ما بين التو جوينت دولت، المفصلين دولت. وتاني حاجة، ان اي خبطة مثلا بتيجي في الركبة او كده بيمتصها، علشان ايه؟ بيمتصها علشان مش تاخد خبطة في الجوينت فيروح مكسور على طول. يبقى انا عندي هو موجود حاجة اسمها الساينوفيال فلويد، وقلنا الساينوفيال فلويد دول بيكون موجود في الجوينت، بيسهل حركة الجوينت على بعضها، حاجة يعني طرية ما بيخليش الجوينت انها تحك بعضها وبالتالي تتآكل. تاني حاجة، ان هو بيسمح بامتصاص الصدمات فبيبقى كومبريسبل. يبقى الاتنين دولت مهمين جدا. قلنا ان هو موجود في الاكسترا سيلولار فلويد، زي ما احنا اتفقنا هو موجود ما بين ايه؟ ما بين التشو بعضها. طيب، بس بيبقى لوز، يعني مش ماده قويه، وبالتالي انت في مواد ما بين الخلايا، تمام، بس هي مش ماده قويه. فلو في حاجه في الخليه دي هتقدر تنتشر للخليه الثانيه عادي، هي كانه طريق بس مش طريق مسدود. وبالتالي هو بيسمح بحاجة اسمها السيلميجريشن، اللي هو ان الخلايا تهاجر تروح من مكان لتاني. طب انا عايزة الخلايا تهاجر امتى؟ لما يكون عندي في حتة فيها جرح، وبالتالي عايزة الخلايا تهاجر هناك علشان تبدأ تلقم الجرح ده، في عملية اسمها المورفوجينيسيز، اللي هي مين؟ الطفل، الخلايا بتبدأ ان هي لسه في الجنين في بطن امه، والخلايا تبدأ ان هي تنتقل من مكان للتاني عشان تبدأ تتحول لايه؟ للشكل اللي هي تاخده. مثلا الخلايا دي تروح هناك عشان تتحول للايد، الخلايا تنزل تحت تتحول للرجل، هكذا. الهيالورونيك اسيد تاني يا شباب، ونركز، بيتكون من تو يونت. مين هما تو يونت؟ الان اسيتايل جلوكوزاماين والجلوكويورانيك اسيد. طيب ايه الفانكشن بتاعته؟ افتكر ان هو بيشغل حيز، لكن حيز طري فممكن حاجة تنتشر من خلاله. تاني حاجة، القدرة ان هو يمتص الصدمات. طيب، في بقى سؤالين مهمين جدا 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 بيجوا في الهيالورونيك اسيد ده. الهيالورونيك اسيد ده قلنا ان هو بيمثل يعني ايه؟ يعني طريق ما بين ايه؟ ما بين خلية والتانية. طيب، مش قلنا الخلايا ممكن تنتشر، ومش من الخلايا دي هو تيومر سيل، وبالتالي هو بيساعد في انتشار تيومر سيل. طيب، وهو موجود ما بين الخلايا، ساعات بيمنع البكتيريا ان هي تنتشر من خلية لتانية، لكن في بعض البكتيريا القوية بتطلع انزيمات تبدأ ان هي تكسر الهيالورونيك اسيد عشان تعرف تنتقل ما بين التشو. بتكسر الهيالورونيك اسيد بانزيم اسمه ايه؟ الهيالورونيديز. الهيالورونيديز ده بيكسر الهيالورونيك اسيد، بيساعد في انتشار الخلايا، وبالتالي اسمه السبريدنج فاكتور.
انا الصراحه يا جماعه ما شفتش ولا امتحان ما جاش فيه هو مين السبريدنج فاكتور. يجي سؤال في الامتحان السبريدنج فاكتور از ويقول لك الهايليورونيدز الهايليورينيك اسيد هيبان مثلا حاجه تانية، فكل الناس بيروحوا يختاروا الهايليورونيك اسيد مش عارفه ليه، مع ان احنا قلنا ان السبريدنج فاكتور هما الهايليورونيدز الانزيم اللي بيطلع من البكتيريا فيكسر الهايليورونيك اسيد. ما تغلطوش الغلطه دي يا شباب، من السبريدنج فاكتور الهايليورينيدز الانزيم اللي بيكسر هو السبريدنج فاكتور. طيب اخر حاجه برضو لو انتوا تفتكروا يا شباب ان انا عندي البويضه اللي هي بتطلع من المبيض وتكون موجوده في قناه فالوب بتكون محاطه بطبقه من الهايليورينيك اسيد، ليه؟ علشان لما يجي عده حيوانات منويه المفروض ان هي تبدا ان هي تخصبها علشان نكون مين؟ الزيجوت. طيب هو كل الحيوانات المنويه اللي تيجي دي بتخصبها؟ لا، واحد بس. ليه واحد بس؟ واحد بس هو اللي بيستطيع ان هو يكسر طبقه الحمايه اللي على البويضه اللي هي الهايليورونيك اسيد. طب بتكسرها بانزيم اسمه ايه؟ هو ايه الانزيم اللي بيكسر؟ الهايليورينيدز. يبقى انا عندي الهايليورينيدز ده موجود في مكانين، في البكتيريا كسبريدنج فاكتور وفي الحيوانات المنويه عشان تساعدها ان هي تخترق البيض. كده خلصنا اول واكبر واحد عندنا الهايليورينيك اسيد والاسيديك الوحيد اللي ما كانش فيه مجموعه صرف. هنتكلم بقى يا شباب عن مجموعه الاسيديك ميكو بولي ساكرايد بس اللي بتحتوي على سلفيت، هما حوالي 5 بناخد في كل واحد المميز فيهم بس عشان ايه الوقت ما يطولش معانا. اول واحد هنتكلم عن واحد اسمه الهيبارين وليس الهيبارين. الهيبارين ده في حاجه مميزه جدا ان كل الاسيديك ميكو بولي ساكرايد اللي انا خدتها بتكون موجوده بره الخليه في الاكسترا سيلولار سبستانس، بتبقى موجوده فين؟ بره الخليه، ما عدا الهيبارين ده هو الوحيد اللي بيبقى موجود جوه الخليه وبيتصنع في خلايا اسمها ماست سيل. يبقى انت اول ما تسمع كلمه هيبارين تفتكر على طول ان هي هيبارين اخرها IN، يبقى هي موجوده فين؟ موجوده انترا سيلولار الوحيده. طيب بتتكون من مين يا هيبارين؟ هبدا اتكون انا بتكون من كده كده انا اسيد فلازم اتكون من جلوكويورينيك اسيد تمام، وبتكون والمكون التاني بتاعي جلوكوزا ماين. لو نسيتهم مش مشكله بس افتكر ان الهيبارين دول من انهي من الناس اللي هما كانوا صنفيت. طيب والرابطه اللي ما بينهم 1 و4 جلايكوسيتيك بوند ما بيركزش قوي برضو في الميكو بولي ساكرايد على الرغم. طيب امال بيركز على ايه؟ وان اول حاجه بيركز على اللي هو موجود جوه الماست سيل. تاني حاجه بيركز على ان الهيبارين، مش احنا اتفقنا ان كل الحاجات بيخش فيها الجلوكيورينيك اسيد بس ممكن يخش ابن عمه اللي سميناه الايديورينيك اسيد؟ الهيبارين ده بقى من الحاجات اللي ممكن يخش فيها الايه؟ الايديورينيك اسيد. طيب هو مين الايديورينيك اسيد ده؟ انا ليه قلت ان هو ابن عم الجلوكيورينيك اسيد؟ لان الايديورينيك اسيد هو نفسه الجلوكو يورينيك اسيد، بس اللهم اني عندي C5 غيرت موضع الاو اتش اخدناها في المونوساكرايد، وقلنا لو حاجه نفس الايه الاكتف جروب ونفس كل الصفات بس يا دوب غيرت موقع الاو اتش ده اسمه ايبيمر. يبقى الايديورينيك اسيد هو ايبيمر للجلوكو يورينيك اسيد عندي C5 بيخش في تكوين مين؟ الهيبارين اللي هو الوحيد مين؟ الانتراسيلولار. طيب الهيبارين ده بنستخدمه في ايه؟ لو انتوا تفتكروا من الفارما كده الهيبارين ده اصلا من الادويه اللي مضاده للتجلط. يبقى الهيبارين بيتصنع في جسمي بشكل طبيعي كمضاد للتجلط، وساعات لو انا عندي ديفيشنس فيه او واحد عنده بيكون جلطات كتيره في جسمه بنبدا ان احنا نديله مين؟ بنديله الهيبارين. طيب قال لك عندي، طب انت ازاي بقى بتستخدم كمضاد للتقلط يا هيبارين؟ قال لك في حاجه عندنا عشان تحصل عمليه التقلط وتتم اسمها الثرومبين فاكتور. اسمها ايه اللي هو المقطع ده؟ الثرومبين 3 سيبك من 3 دلوقتي، هو اسمه ايه؟ الثرومبين فاكتور. الثرومبين فاكتور ده هو اساسي علشان عمليه التقلط تتم. حلو، انا عايزه اوقف عمليه التقلط هعمل ايه؟ هوقف الثرومبين ده، فبالتالي الهيبارين هو انتي ثرومبين. طيب الثرومبين ده بيعمل عملية التجلط ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل اكتيفيشن لمجموعة من الفاكتور. بصي يا شباب احنا عندنا عملية التجلط دي زي سلسلة كده، حاجة بتتنشط تروح نشطة حاجة تروح نشطة حاجة تروح نشطة حاجة وهكذا. طيب الثرومبين ده بينشط مين وراه؟ بينشط فاكتور بنحفظ ارقامها
بتاريخ 1972. ألف دي اللي هو رقم فين؟ رقم 10 ده الفاكتور رقم 10. احنا قلنا 1972، ألف اللي هو فاكتور 10، 9 اللي هو فاكتور 9، واتنين اللي هي 72 اللي هو فاكتور رقم 7. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، الانتي كواجولانت ازاي الهيبين بيستخدم كانتي كواجولانت؟ عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للثرومبين، والثرومبين ده بيعمل انهيبيشن للاكتيفيشن بتاع الكلوتينج فاكتور اللي اختصرناهم في 1972. الجزء ده طبعا بيتسال عليه. تاني سؤال عندنا وهو مهم جدا جدا، ان الهيبارين دوت بيستخدم في ان هو ينظف البلد. بينظف البلد من ايه؟ بينظف البلد من الدهون اللي هي ممكن ذات نفسها تعمل جلطات. يبقى هو اي حاجه ليها علاقه بالجلطات هتبقى هيبارين. طيب بتنظفها من الدهون ازاي؟ بتكسرها ويبدا ان هو يرميها بره الجسم، وبالتالي الهيبارين وانزيم تاني بيكسر الدهون اسمه اللايبوبروتين لايبيز دوت بيسموا الكليننج فاكتور. يبقى انا خدت تو فاكتور هنا مهم، تو فاكتور لازم احفظ اسمه، حاجه اسمها السبريدنج فاكتور، والسبريدنج فاكتور ده كان هو مين؟ الهايليورونيز اللي هو كان بيكسر الهايليورونيك اسيد، تمام. والكليننج فاكتور عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الهيبارين واللايبوبروتين لايبيز. ده اول واحد في الصلفيت. طيب تاني واحد في الصلفيت اللي هو الهيبارين، والهيبارين دون نفس تكوين الهيبارين الا ان هو بيحتوي على لس صلفيت جلوكوز، لا جلوكوزا مين. تاني هو ايه تكوين الهيبارين؟ كان الصلفيت جلوكوزا مين والصلفيت جلوكوريونيك اسيد. احفظوا هيبارين يبقى بيحتوي على جلوكوزا مين اكتر، تمام. اما الهيبارين نفس التكوين لكن يحتوي على يورينيك اسيد اكتر. طب ايه فايدتك يا هيبارين؟ قال لي الفايدة عندي ان كل خلية بيكون طالع منها زي ريسبتور كده بتساعدها انها تتواصل مع الخلية اللي جنبها، هو بقى بيخش في تكوين الريسبتور دي ودوره في السيل تو سيل انتراكشن ان الخلايا تتواصل مع بعضها. طيب كلام بسيط. بعد كده تقريبا خلاص فاضل لنا تلاتة او اتنين، حاجة عندنا اسمها الكوندرودين صلفيت. الكوندرودين صلفيت دون يعني دايما يجي في الام سي كيو. ليه؟ لان قبل كده كل اللي كنت بقولهم كانوا جلوكوزاماين جلوكوزاماين جلوكوزاماين، الا الكوندرودين صلفيت ده جالاكتوزاماين. يبقى كلهم كانوا جلوكوزاماين الا الكوندرودين جالاكتوزاماين، وبالتالي الرابطه اللي هتكون فيه هتبقى بي 1 و 3. طيب مين اليونت الثانيه؟ احنا موحدين لغايه دلوقتي اليورونيك اسيد، تمام. طيب انا عايز احفظ ان الكوندرودين دوت بيخش فيه هو الوحيد اللي بيخش فيه الجلاكتوز، مش هو الوحيد بس هو اشهر واحد بيخش فيه الجلاكتوز من اللي انا خدتهم. ازاي بقى الكوندرودين؟ لو انتوا تفتكروا حاجه اسمها الكوندروبلاست كان موجود فين؟ في الكارتريدج، سي مع سي الكارتريدج. طيب الكارتريدج والبون والحاجات دي كلها بتبقى اقوى بمين؟ بالملك. وعشان انتوا لازم تبقوا عارفين ان الجلاكتوز هو اللي بيخش في الملك، فاحنا كده جبناه. طبعا انا حاسه ان لو حفظناه لوحدها كان هيبقى اسهل، بس احنا كده جبنا كذا معلومه مع بعض، ان الكوندرودين بيخش في الكارتريدج اللي هما الاثنين سي، والكارتريدج عشان تبقى قويه محتاجه ملك، الحليب بيقوي العظم. طيب العظم بقى والغضاريف وكده، الملك مين الملك شوغر عندنا؟ الجلاكتوز. وبالتالي الكوندرودين هو الوحيد اللي الجلاكتوزا ماين اللي بيخش فيه جلاكتوزا ماين مش جلوكوزا ماين. قال لك بقى انا عندي منه اي وبي وسي، يعني هي مش مهمه قوي، اللي عايز اللي قراها ومش فاهمها يبقى يبعت لنا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش. بعد كده عندنا اخر اتنين، حاجه اسمها الكيراتين صلفيت. والكيراتين صلفيت ده ام سي كيو. ليه؟ فاكرين يا شباب لما كنا بنتكلم عن اسيدك وقلنا طالما هو اسيدك لازم يخش فيه يا يورينيك اسيد يا ابن عمه الايديورينيك اسيد، لكن لكل قاعده الاكسبشن بتاعها. طيب وقلنا ان الاكسبشن بتاعنا هنا هو مين؟ هو الكيراتين الوحيد اللي فيهم اللي مش بيخش فيه اليورينيك اسيد ولا ابن عمه، لكن بيخش فيه مونوساكرايد عادي. المونوساكرايد العادي اللي بيخش فيه الجلاكتوز، هنا بقول الجلاكتوز مش جلاكتوز امين. يبقى مهم جدا جدا وبيجي في الامتحان يا شباب، مين هو الوحيد اللي بيخش فيه
اللي هو مش بيخش فيه اليورونيك اسيد، الكيراتين سلفيت. وهنعمل دلوقتي تجميع لاهم يعني الحاجات المميزه اللي بتميز كل واحد. يبقى الكيراتين سلفيت قلنا اللي هو بيتكون من ريبيتنج يونت من جلاكتوز والان اسيتيل جلوكوزاماين، مش بيخش فيه اليورونيك اسيد. طيب وده كان لازم يخش فيه الجلاكتوز مش اليورونيك اسيد، لان ده بيخليه شفاف اكتر، بيخلي الماده دي شفافه اكتر. واهم جزء لازم يكون شفاف في جسمي هو الكورنيا، اللي هي مين؟ اللي هي قرنيه العين. لازم القرنيه تكون شفافه علشان الضوء يعدي من خلالها ونقدر ان احنا نشوف بنينا. يبقى نعرف ان الكيراتين اكتر مكان ما يبقى موجود فيه هو الكورنيا. بعد كده عندنا اخر مثال اللي هو الدرماتين سلفيت، بيخش في تكوينه الايديورونيك اسيد عادي اللي هو ابن عم اليورونيك اسيد وان اسيتايل جلاكتوزاماين. احنا قلنا جلاكتوزاماين قبل كده، بس كان مثال اهم اللي هو مين؟ اللي هو كان الكوندروتين، قلنا اللي هو كان جلاكتوزاماين بس هنا مع يورونيك اسيد. اما الدرماتين هو جلاكتوزاماين بس مع ايديورونيك اسيد. اصلا درما معناها ايه؟ معناها سكن. يبقى هو موجود فين؟ موجود في السكن. وبكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا مراجعة الكربوهيدرات كيمستري. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا كويس، واتمنى ان انا اكون قدرت ان انا ابسط. كان نفسي اوضح اكتر من كده بس احنا ملزمين بوقت معين بنشرح فيه. اي حاجة ما فهمتوهاش احنا معاكم على الجروب ابعتولنا، واي حاجه تحسوا ان هي محتاجه توضيح ابعتوا لنا. الاسئله ان شاء الله هبعتها الجروب، اتمنى الكل يحلها ويبعتها لنا، واتمنى يكون واضح. اهم حاجتين انا عايزاك تعرفوهم في الدرس ده مبدئيا، الجدول ده موجود في اخر الدرس. بجد اللي مش عايز يذاكر الدرس كله ويذاكر الجدول ده هو اهم حاجه ومهم جدا. في 2 اكسبشن هنا انا عايزاك تطلع منهم من درس الميوكو بولي ساكرايد، اللي هو عندنا اللهم صل على محمد ان كلهم اكستراسيلولر فيما عدا الهيبارين انتراسيلولر، وان كلهم بيخشوا في تكوينهم اليورونيك اسيد لو كان اسيدك فيما عدا اللهم صل على محمد احنا قلنا مين؟ اللي هو الكيراتين كانش بيخش فيه يورونيك اسيد، مكانها كان بيخش مونوساكرايد عادي. وتعرف 2 فاكتور عندنا، حاجه اسمها الكليننج فاكتور اللي هو كان الهيبارين، وتعرف السبريتنج فاكتور اللي هو كان الانزيم اللي هو الهياليورونيديز. وكده احنا خلصنا، اتمنى يكون الامور واضحة. السلام عليكم.